مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل عليكم، مساء الانتصارات، مساء الدوري ال41، ومساء كل حاجة حلوة على حضراتكم. قبل ما ندخل في أجواء هذه الحلقة من الأهلي الليلة، تعالوا بسرعة يعني ننعي الفنان الكبير فنان فاروق الفيشاوي اللي وفته المنية النهاردة الصبح. كان مشجع كبير جدا للنادي الأهلي، وأكيد طبعا مش هنتكلم عن فنه وتراثه اللي أضافه للفن المصري. يعني كلنا زعلانين على الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، كلنا كأهلاوية زعلانين عليه بصفة أنه هو كان من أكبر مشجعي النادي الأهلي. أيضا الأهلي بينعي اللواء محمود علام مدير النادي الأسبق، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي ينعون ببالغ الحزن والأسى. المغفور له بإذن الله اللواء محمود علام المدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي، والذي وفاته المنية اليوم الخميس، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ده كان بيان اللي طلعه النادي الأهلي بينعي فيه سيادة اللواء محمود علام مدير النادي الأسبق. ندخل في أجواء الحلقة، وأكيد طبعا يعني كلنا في غاية الفرحة. دوري 41، دوري كان بيحمل بين طياته حاجات كتير جدا جدا. احنا مش فرحانين بالدوري ككورة قد ما احنا فرحانين بيه كأهلوية، ان هو كان دوري يعني رهننا فيه على القيم والأخلاق والمبادئ، والحمد لله انتصرنا في الآخر. دوري كان كله قيم ومبادئ وأخلاق رفعها النادي الأهلي، عشان كده أنا عن نفسي شخصيا فرحان جدا جدا بالنسخة الاستثنائية من الدوري الممتاز هذا العام تحديدا. تاني أخلاق مبادئ وأدب وكل حاجة اتكلمنا فيها على مدار السنة، والحمد لله ربنا كلل نجاحنا لأننا قلنا وعملنا اللي ربنا قالنا عليه، والحمد لله ربنا كافئنا على أحسن ما يكون. دوري كان صعب في كل الأحوال، دوري كان صعب بكل تحديات، وهنتكلم ونشكر كل الناس اللي تحدد كل حاجة عشان النادي الأهلي يبقى في المركز الأول. تعالوا نتكلم بس يعني بسرعة جدا عن الدوري ال41 تحديدا، وقد إيه ربنا كرمنا في الدوري ده في الآخر كمان. حتى الناس اللي كانت بتشكك في حسين الشحات وبيقولوا ده صفقة كبيرة جدا وفلوس كتير جدا، سبحان الله يا أخي سبحان الله، يجي حسين الشحات يجيب جونين الانتصار نادي الاهلي، جونين الدوري نادي الاهلي، حتى الماتش ما يخلصش 3-0 عشان نقول مثلا علي معلول كان داخل في القصه، لا 1-1 اللي هو الجون اللي جابه المقاولين، وجونين حسين الشحات بعد 3 طبعا، جونين حسين الشحات كانوا هم الجونين اللي بعد هدف علي معلول. سبحان الله، يعني مش مجرد حد بيجيب جول وخلاص، مش مجرد 3-1 وخلاص. انا عن نفسي شفتها كده، شفتها ان ربنا بيقول لا انتوا تستاهلوا كل حاجه، لان احنا فعلا عملنا ربنا بيقول عليه، كنا بنسمع وبنسكت وبنشتغل عشان ربنا يكرمنا وعشان جماهيرنا ربنا يكرمها ويسعدها كمان. الحمد لله ربنا حقق لنا كل حاجه عايزينها في الاخر. 3-1 على المقاولين، قلت لكم انتصار حلو جدا، لكن انه يجيبوا حسين الشحات كمان عشان يخرس كل الالسنه اللي بتقول فلوس ومش فلوس وقلنا لحسين الشحات اصبر وربنا يدي لك في الاخر. الحمد لله الراجل اشتغل وتعب واستحمل وسكت، وربنا اداله حاجه احسن، يعني احسن من هو نفسه توقعها كمان. جونين ولا اروع، بالذات الهدف الثاني، هدف يعني اهداف جميله قوي قوي قوي، كللت نجاحنا وكللت تعبنا وكل حاجه عملناها السنه دي، والاستحمال كمان بتاعنا السنه اللي فاتت. ان شاء الله ان شاء الله نكرر الدوري في كل نسخه باذن الله. دوري ال41، انت عايز تفكرهم بالاهداف، نفكرهم بالاهداف ثاني يا برجاوي. ماشي، ده هدف طبعا الرائع علي معلول اللي عمل سنه ولا اروع، اتكلموا عليها كل كباتن الاهلي يعني حسام عاشور واحمد فتحي اللي اشاد بعلي معلول، هم طبعا صوروا لنا الصوره دي زي كالعاده بيصوروا الصوره بعد ما علي معلول بيروح الاوفسايد، لكن طبعا الكره ما فيهاش اي حاجه، هدف صحيح وشرعي 100%. ما تجيب لنا جوان حسين الشحات عشان نفكر الناس بيها، سيبكم تستمتعوا بالاهداف تاني، والهدف الثالث كمان هدف رائع. ماشي، عللهم الصوت كده ودخلنا في الاجواء. لازم 3 يتذاعوا طبعا. ده انت لسه حسين هتجيب جون كمان، هتجيب جون اروع، يعني اروع اهدافك اعتقد. ثرو باص يعني معلم، ثرو باص معلم، وده الهدف الثالث
حاجه جميله قوي يا جدعان، يعني حاجه فعلا جميله جدا. الله الله، ده بقى الهدف ده يستاهل لوحده مليار مليار. يعني متهيألي ده الجول ده احسن من الجول اللي ضيعه قدام ريال مدريد حسين الشحات لو تفتكروا. حسين الشحات اللي الدنيا كانت كلها مقلوبه عليه ان هم عايزين ياخدوا حسين الشحات، وحسين الشحات وانا قلت قبل كده حسين الشحات لما قال هاجي الاهلي كان بيتكلم برضو انتصار للمبادئ والقيم اللي لسه لعيب الكوره بيحافظ عليها، ان هو رفض كل فلوس الدنيا عشان النادي الاهلي. والحمد لله ربنا كافئه في الاخر بهدف على اروع ما يكون، هدف جاب دوري للنادي الاهلي او هدفين. الله الله. نرجع لحضراتكم تاني. برجاو مصمم. طب ماشي. الحمد لله الحمد لله، فعلا بطولة عمرنا ما هننساها بكمية التحديات اللي كانت فيها، بكمية الناس استحملت من ناس ما حدش يستحملها اساسا، استحملنا اساءة من ناس ما حدش يستحملها اساسا. عموما دوري 41، وقلت لكم كمان ان حسين الشحات ربنا كرمه وخرس كل الالسنة بتتكلم عن حسين الشحات ومبلغه، جاب لنا دوري الراجل طبعا مع كل اللعيبه. مش عايز اتكلم عن دور كل لعيب لان كل اللعيبه كانت رجاله على السنه كلها، برضو استحملوا وصبروا، كانت في لسه لعيبه ما بتستحملش الضغط، لكن هي دي لعيبه النادي الاهلي. تعالوا اكلمكم قبل ما نروح لحسام عاشور بقى والدوري ال 12 ليه، الدوري ال 12 ليه. تعالوا اكلمكم عن الناس اللي كانت بتقول الاهلي بعيد والاهلي هيهبط والاهلي هينزل والاهلي هيطلع والاهلي وطبعا والزمالك هياخد الدوري. على فكره كلام منطقي جدا وكلام كلام عقلاني جدا وكلام طبيعي جدا. الناس دي بتتكلم بعقلانيه بمنطق بالعادي، لكن هم ما يعرفوش ان احنا مؤمنين بالنادي الاهلي، النادي الاهلي اللي هو ضد العقلانيه وضد العادي وضد اي حاجه ممكن تقول عليها عاديه، بيكسر اي حاجه. نادي الاهلي لو انت بتفكر او انسان عادي بيفكر ازاي الاهلي يبقى فرق بينه وبين اي حد في الاول 40 50 نقطه ولا 30 نقطه ولا 20 نقطه ولا 10 نقاط ويركب الدوري وياخد الدوري، طبعا انت بحالك هتقول لا الموضوع صعب. لكن احنا كجمهور اهلي لما سيد عبد الحفيظ كان بيطلع يتكلم يقول يا جماعه الاهلي هناخده، الاهلي هياخد الدوري، لما احنا في قناه الاهلي كنا بنقول يا جماعه اطمنوا الاهلي هياخد الدوري، الجمهور العادي على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بيقول يا جماعه احنا عارفين ان احنا هناخد الدوري. ده اللي ضد الطبيعي وضد المنطق، لكن احنا مؤمنين بفرقتنا لان عارفين ان فرقتنا بتكسر اي حاجه. فطبعا هم ليهم كل العذر واحنا لينا كل التحيه وكل الفخر ان احنا فعلا ورا فرقه بتكسر اي حاجه مستحيله، مفيش عندها حاجه مستحيله فعلا. فخلوا اللي قال قال وخلوا اللي راهن راهن، وقلت لكم ان هو طبيعي جدا لاي حي حد في مكانه مش اهلاوي هيقول نفس الكلام وهيستنتج نفس الاستنتاجات دي. عموما خلينا دايما زي ما احنا عندنا ايمان بفرقتنا ان فرقتنا بتعمل اي حاجه مستحيله. الاجيال بتاعتنا الصغيره اللي لسه طالعه شافوا، اللي ما كانوش شافوا قبل كده كانوا قلقانين شويه، واحنا كنا دايما بنطمنهم بنقول يا جماعه لا اطمنوا يا جماعه الناس الكبيره اللي عاشت النادي الاهلي على السنين اللي فاتت يطمنوا الولاد الصغيرين لسه ما شافوش النادي الاهلي لما يتعصر، لان الولاد دول اتولدوا مثلا 10 سنين 12 سنه هم عارفين او شافوا الاهلي بياخد البطوله على طول بفرق كبير من النقاط، فلما يلاقوا الاهلي متعصر سنه طبعا هم ازاي الاهلي يتعصر يعني احنا ما تعودناش على كده. فده كان دورنا بقى ان احنا نقول لهم يا جماعه لا ممكن بيحصل يعني كل 10 سنين انت ممكن تتعثر في حاجه، والله مغرور دي حقيقه وتاريخ وحضراتكم راجعوا التاريخ وراجعوا النتائج قبل كده. المشجعين الكبار يقول لهم يا جماعه لا حصل قبل كده وكان في فرق نقاط كبير، لكن احنا عارفين ان الاهلي ان شاء الله بثقه في ربنا وبثقه في فرقتنا وبثقه في ادارتنا ان احنا هنرجع تاني وناخد الدوري تاني او نعتلي قائمه الدوري تاني، وفعلا بيحصل. فعشان كده كنا احنا واثقين وعندنا ايمان بفرقتنا بربنا طبعا وبفرقتنا ان احنا هناخد الدوري العام وهناخده كمان باريحيه. عندنا مباراه لسه مع نادي الزمالك، مباراه كبيره جدا هنتكلم فيها، لكن خلاص مباراه تحصيل حاصل في الاول وفي الاخر، بطوله في حد ذاتها، لكن بالنسبه للدوري انت حسمت الدوري خلاص، وده كان المطلوب منك كنادي اهلي وكجماهير نادي اهلي. لكن طبعا تبقى مباراه الاهلي والزمالك مباراه قمه في حد ذاتها.
كل الاحترام والتقدير لكل الجماهير المصريه، جماهير الزمالك او الاسماعيلي ايا كانت الجماهير، كل الاحترام والتقدير لهم، احنا ما بنتكلمش عليهم خالص، كل الجماهير. انا دايما بقول واحنا هنا في قناه الاهلي كل الجماهير على دماغنا من فوق، طبعا جماهيرنا دي في حته ثانيه خالص، جماهيرنا دي في حته ثانيه خالص، لكن انا بتكلم ان احنا لما بنيجي نرد ما بنردش على الجماهير. الجماهير احلى حاجه في الكوره وانبل حاجه في الكوره، وهي الوحيده اللي مش مستفيده في حاجه خالص في الكوره غير ان هي بتحب فرقتها وبدمها بتحرق على فرقتها. احنا بس بنرد على الاشخاص اللي كانت دايما ولا خلاص مش عايز اتكلم، بس انا لو تسيبوني اتكلم 10 دقايق بس ماشي، مش عايز اتكلم واقول، لكن انا عايز اشكر كل الناس اللي وقفوا مع النادي الاهلي، وده الطبيعي جدا. انا ما بشكرش عشان احنا خدنا دوري يا جماعه، عشان دايما كانت في مكالمه بيني وبين العميد محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي، كنت بشكره فبقول لي لا ما تشكرنيش لان ده الواجب بتاعي وده الدور بتاعي وده دورنا كلنا ان احنا بنخدم النادي الاهلي. انا ما بشكرش ان احنا خدنا دوري خالص، انا بشكر على كميه الاستحمال اللي استحملوها الناس دي، مفيش اي واحد في العالم يقدر يستحملها، من ناس محدش يستحملها بصراحه. كل الشكر وكل التحيه وكل التقدير لكل مجلس النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب وكل مجلسه الموقر بلا استثناء، كل الشكر للمدير التنفيذي النادي الاهلي العميد محمد مرجان، كل الشكر والتقدير لعيبه النادي الاهلي الرجاله جدا جدا اللي دايما بنراهن عليهم بكل ثقه ودايما هم بيبقوا عند رهاننا وعند ثقتنا، كل الشكر للجماهير الاهلاويه الكبيره قوي اللي بتفضل واقفه في ظهر فرقتها وحامياه فعلا مش كلام. صفحات النادي الاهلي في كل وسائل التواصل الاجتماعي، افراد النادي الاهلي اللي دايما بيكتبوا على النادي الاهلي ودايما بيقفوا في ظهر النادي الاهلي ودايما بيردوا على الشائعات ودايما بيردوا بقوه كمان بالارقام والتاريخ وبالادب وبالاحترام مش بطول اللسان. دي رجاله النادي الاهلي اللي لازم اشكرها شكر كبير جدا جدا جدا، كل الشكر وكل الاحترام وكل التقدير ليكم. مش عايز اقعد اتكلم لان لو اتكلمت عن الكابتن محمود الخطيب ممكن حد يفهم غلط، لكن انا والله العظيم عمري لا بنافق ولا في رياء ولا حتى بجامل حتى معروف عني، لكن انا بشكره شكر كبير قوي، اسطوره كبيره جدا واتقال عليها كلام واستحمل وسكت واشتغل وربنا كرمنا اخر كرم عشان يقول الناس دي فعلا ناس تستاهل ان ربنا يكرمها وتستاهل ان احنا نحتفل بالدوري ال 41، فرق بينك وبين اقرب منافسيك 29 بطوله، 29 سنة، 29 سنة، حسام عاشور 12 دوري عام. حسام عاشور بيتساوى مع أقرب منافسين في عدد البطولات النادي الأهلي، 12 دوري عام، أعتقد النادي الأهلي مفيش نادي في العالم عامل الفجوة الكبيرة دي بينه وبين أقرب منافسيه. كمان بالتبعية أعتقد إن حسام عاشور مفيش لعيب في العالم برضه بينه أو تساوى في عدد البطولات بينه وبين أقرب منافسيه. انا كلمت احمد قيشو اللي هو المؤرخ بتاعنا قبل ما اجي هنا، قلت له احمد بقى انت عليك ان انت تثبت الكلام ده، انا بورطك على الهواء، اثبت بقى الكلام ده لان هو كلام اعتقد ان هو 99% منه صح، ما فيش لعيب في العالم خد بطولات زيه وزي اقرب منافسيه اللي هو نادي الزمالك 12 بطوله، انجاز كبير قوي لحسام عاشور، انجاز كبير قوي النادي الاهلي 41 بطوله. يا جماعه احنا في حته ثانيه خالص خالص خالص، مع احترامي لكل الانديه، كل الانديه ليها كل الاحترام بجماهيرها، لكن النادي الاهلي بصراحه في حته تانية خالص. انا خايف بعد كده حسام عاشور يدخل يقول لك انا ادخل بقى مع نادي القرن، ما انا واخد 12 بطوله، الراجل يعني ممكن يتكلم كده، لكن بنتكلم ان احنا نستاهل لان احنا صبرنا كتير جدا وتعاملنا بشكلنا كنادي اهلي، تعاملنا باحترامنا كنادي اهلي، تعاملنا باحترامنا لجمهورنا، ما كناش بنرد على اي حد، كل الاحترام والتحيه كمان والشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ كمان، مش عايز انسى اي حد، لكن سيد عبد الحفيظ كمان استحمل كتير جدا وراهن وكسب الرهان، برضه كرم من عند ربنا، شغل وشغل بثقه ان انت تعمل حاجه وربنا بيكرمك في الاخر، ده احسن حاجه في الدنيا، بتخليك اسعد واحد في الدنيا، تخليك تبقى لابس تيشيرت النادي الاهلي والله العظيم حتى من غير بطولات، التيشيرت انت بتلبسه وبتحس ب... على فكره التيشيرت ده مش بتاعي عشان ما حدش بعد البرنامج يقول لي التيشيرت يا كابتن، واخده من امير. كل الشكر لحضراتكم والف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي وكل اللي بينتموا النادي الاهلي، تستاهلوا مليون فرحه، تستاهلوا مليون بطوله، وتستاهلوا تبقوا احسن نادي في الكون فعلا، وان شاء الله هنبقى احسن نادي في الكون. عايزين بقى افريقيا ان شاء الله نركز فيها باذن الله وهناخدها، مش عايزين ننسى مباراه القمه يوم الحد اللي جاي ان شاء الله، اهلي زمالك او زمالك اهلي، مباراه قمه في حد ذاتها. قبل كده مستر مانويل جوزيه كان مشي يسافر وقال خلاص انا حسمت الدوري فبالنسبه لي، لكن بتختلف من بعض المدربين، لا صرت مهتم قوي بهذه المباراه، اللعيبه كمان مهتمه بهذه المباراه،
عايزين كمان ينهوا الدوري العام بشكل كويس، لكن ان شاء الله ان شاء الله، مش عايز اتكلم بقى بصرف النظر عن النتيجه، مش عايز اقول الكلام ده، لكن ان شاء الله ان شاء الله مباراه هتبقى قمه في حد ذاتها. اكيد فريق الزمالك بالنسبه له يعني ان هو يكسب عن نكسب النادي الاهلي دي قمه في حد ذاتها، ودي بطوله في حد ذاتها، ان هو يقول لك ان انا اطلع حتى بشكل زي ما حصل قبل كده، لكن اعتقد الموضوع هيبقى مختلف تماما. النادي الاهلي مركز في هذه المباراه تركيز كبير جدا، لصارتي زي ما هقول لكم الاخبار بعد شويه بيكلم اللعيبه ان المباراه لا تقل اهميه عن مباراه المقاولون العرب، واحنا حسمنا الدوري صحيح، لازم ننهي افراحنا ولازم نركز في هذه المباراه الهامه جدا 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 يوم الاحد اللي جاي. مباراه قمه اكيد الجماهير الاهلاويه كمان مستنياها، لكن اعتقد الثقافه الاهلاويه كمان والجماهير الاهلاويه تطور رهيب جدا، ان هو خلاص دي مباراه قمه، لكن انا عندي قمه الدوري وخدتها خلاص، لكن تبقى الاهلي والزمالك مباراه قمه في حد ذاتها. تعالوا بسرعه نشوف اخبار النادي الاهلي، وهبارك لكم مليون مره، واحتفالاتنا هتكون متواصله لمده 41 يوم كمان، انا هحتفل 41 يوم، كل ما ناخد بطوله ان شاء الله نزود في ايامها احتفالات، وان شاء الله نفضل في احتفالات وافراح على طول كل مصر ان شاء الله. النادي الاهلي لما بيفرح مصر كلها بتفرح على فكره. الكابتن الخطيب بيهنئ اعضاء وجماهير النادي الاهلي بالدوري الواحد 41، اشاد كمان بالمجهود الكبير اللي بذله الجهاز الفني واللعيبه والانضباط الفني والسلوكي على مدار مشوار البطوله. كابتن محمود الخطيب بيتكلم عن اسعاد الجماهير وطموحهم على المستوى المحلي والقاري اللي كنا بنتكلم فيه منذ قليل. لاسارتي زي ما قلت لحضراتكم بيطالب اللاعبين بتز استعدادا لمباراه القمه، قال لهم خلاص يا جماعه ننسى بقى الافراح واللي احنا عملناه في ماتش المقاولين وان احنا خدنا الدوري، ونركز مباراه الزمالك. زي ما قلت لحضراتكم الزمالك كل اللي باقي له في الدوري ان هو يكسب الاهلي. انت تكسب الاهلي في حد ذاته، اي فرقه في حد ذاتها بتكسب الاهلي بالنسبه لها بطوله، تخيل بقى انت بتلعب كمان اللي هو المنافس التقليدي ليك بصرف النظر عن المنافس التقليدي في البطولات. قلت النادي الاهلي في حته بعيده خالص 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 لو قارناه بالبطولات، مع احترامي الشديد والكامل لاي نادي. انت فرق بينك وبين اقرب منافسيك 29 بطوله، 29 سنه، اتكلمنا قبل كده لكن ما كانش حد بيصدقنا، وقلنا عشان برضو يعني نبقى يعني بنتكلم بحق شوية، قلنا ان هما بيتكلموا طبيعي جدا وبعقلانية جدا، ان هو موضوع طبيعي ان انت بعيد قوي عن الدوري فمش هتاخده، لكن احنا بكرر وبعيد وبزيد، هنفضل طول عمرنا عندنا ثقة وإيمان في فرقتنا ان هما ممكن يكسروا اي مستحيل ويعملوا اي حاجة مش عادية، وده اللي بيحصل. لاسارتي قال خلاص هنتوقف تماما عن الافراح بعد مباراه المقاولون العرب اللي حسمناها بالفوز 3-1 والفوز بالدوري العام، هيبقى فيه هدوء وتركيز في معسكر الفريق في برج العرب باذن الله، ويكون فيه جاهزيه فنيه وبدنيه وذهنيه قبل مواجهه الزمالك. طبعا اعرب عن سعادته وفرحته الكبيره بالدوري العام، اول دوري حققه الراجل مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما بيخلي المدربين مدربين كبار جدا جدا، وياما هيجنوا بطولات من وراء النادي الاهلي واسمهم بيكبر يعني فوق ما تتخيلوا، اكيد حضراتكم عارفين. كابتن سيد عبد الحفيظ اللي شكرناه كل الشكر وتقدير وتحيه وكل حاجه يستاهلها بصراحه، قال اغلقنا صفحه المقاولون العرب وتركيزنا بالكامل في مباراه القمه القادم. سيد عبد الحفيظ اكد ان المباراه مباراه مهمه جدا بعد تتويج الاهلي رسميا ببطوله دوري 2019-2020، قال بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك والتي تبقى مهمة للغاية. ده كلام كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تبقى مهمة للغاية في إيه؟ على الصعيد الرقمي والإحصائي للجماهير فقط لا غير، خاصة أننا نرغب في إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاثة في مباراة القمة. ماشي احنا نكسب بس يعني 3 نقاط، ماشي يا كابتن سيد بقى، يعني كل سنة وانت طيب وكل دوري وانت طيب، وان شاء الله تبقى كده وتجيب لنا دوريات كتيرة مع بقية الرجالة ان شاء الله. استلام تصريح تغطية مباراة القمة يوم الخميس والجمعة، ده خبر يعني إدارة الإعلام بنادي الأهلي قابت بالسادة الزملاء الصحفيين والمصورين المكلفين بتغطية مباراة الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم الحد المقبل في اختتام بطولة الدوري العام، إرسال المخاطبات الرسمية من المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية التابعين لها عبر الميل الاهلي ايجيبت ميديا @gmail.com.
هنقول لكم كل الأخبار يعني مع بقى ضيوف الكرام. سعد سمير بيعود للقاهرة السبت المقبل بالسلامة إن شاء الله. سعد ومران استشفائي للمشاركين في مباراة المقاولون العرب. وانتهاء اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي اليوم. عارفين طبعا كل براعم مصر بيروحوا الأندية الكبيرة زي الأهلي، إمبي، المقاولين، كله عايز يشوف ولاده لعيبة كورة. إن شاء الله تشوفهم لعيبة كورة بس يكون عندهم موهبة. وإحنا بنتكلم بمنتهى الصراحة دايما مع أولياء الأمور خصوصا في قطاعات الناشئين إذا كان الولد ينفع أو ما ينفعش. كابتن فتحي مبروك بيشيد بمدربي قطاع الناشئين في الاختبارات، أكيد عملوا مجهود كبير جدا جدا، أعداد كبيرة قوي بتروح لنادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم. يعني لازم الكابتن فتحي مبروك يشيد بيهم. ألف ألف مليون مبروك تاني، والمرة المليون لكل الجماهير الأهلوية. الدوري 41 وربنا يدينا طولة العمر إن شاء الله ونشوف الدوري المليون كمان. مصر إيه؟ قول لي تاني. 29-27 مصر كسبت النرويج في مونديال الشباب لكرة اليد وصعدنا للدور قبل النهائي. يا رب كتر أفراحنا. مش بقول لكم الأهلي لما بيكسب بيخلي الدنيا كلها حلوة. نطلع فاصل عشان نرحب بضيوفنا الكرام الكباتن الكبار الكابتن عادل طعيمة والكابتن ماهر همام. اهلا بحضراتكم من جديد كباتن كبار كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن عادل طعيمة وكابتن الكبير كابتن ماهر همام. ضيوف الاهلي الليله منورين الدنيا كابتن. منور بالتيشيرت الاحمر. اهلا بيك. اهلا بيك. وكل سنه وحضرتك طيب في الدوري 41. الاهلاويه وانت والاداره والجمهور والجهاز الفني وكل الناس كل سنه طيبين والف مبروك. الف مبروك. منور الدنيا كابتن. مبروك يا ميدو مبروك. عامل ايه؟ التيشيرت حاجه جامده قوي. كابتن ماهر برضه اللون الاحمر ده عامل شغل. مبروك عليك يا كابتن. الله يبارك فيك يا حبيبي. دوري 41 واكيد يعني فرحه كبيره جدا. جدا مبروك طبعا جمهور النادي الاهلي، مجلس ادارته، اللاعبين، الجهاز الفني، حتى شهداء النادي الاهلي بنقول لهم الف مبروك لان هم كمان ليهم ضلع كبير جدا في مكاسب النادي الاهلي هذا العام. اكيد احنا لما بنقول جمهورنا اكيد بيبقى داخل فيه الشهداء، يعني احنا معانا وعايشين معانا. والف مبروك تاني للدوري 41 واكيد طبعا انطباعك بقى عن الدوري 41 واحساسك ولما كسبنا الماتش قول لي كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه هذا موسم استثنائي زي ما بيتقال يعني، فالموسم الاستثنائي ده كان على النادي الاهلي فقط. جميل. مش على بقيه الانديه. كان استثنائي بالنسبه للنادي الاهلي من مطبات، من معوقات، من ملعب، من اصابات، من تغيير مدربين، من انتش عارف ملعبك، من تلاحم ومباريات، تتابع مباريات من عدوك. ومع ذلك اقسم لك بالله، انا بقسم بالله ان احنا اللي بيتربي في النادي الاهلي وعايش بين جدرانه عارفين ان احنا هناخد الدوري، هناخد الدوري. احنا في المركز ال13 واحيانا كنا في المركز الاخير في ال18. صحيح كان فيبقى فاضل مباريات، لكن اعتقد كنا في المركز 13 في يناير، كنا في المركز السادس. اللي عاش جوه النادي يعرف ان النادي ده ربنا لا يمكن يغزله، لانك انت التجارب دي مش من فراغ، انك انت قبل كده 13 بونت و8 بونت و7 بونت ويبقى متفوقين عليك، ومع ذلك رجالتنا وادارتنا المتعاقبات على طول جواك الثقه والاطمئنان ان انت هتحصل على البطوله ديت سواء محليه او افريقيه. دي حقيقه. احنا الشك ما دخلش في قلوبنا، ولحد اخر لحظه عارفين ان النادي الاهلي هيتوج ويتوج قبل الماتش النهائي. ويمكن احنا قلنا الماتش اللي فات احنا قلت هنكسب ثلاثه. انا قلت مع اسلام الشاطر هنكسب ثلاثه. مش حلمي بالغيب. ما تكلمش على الغيب ولا مثلا لا اكيد خد يعني حضرتك خبرات نواحي كبيره جدا. نواحي فنيه انت اكيد اتقل واقوى والدوافع اللي عندك النادي الاهلي لا ينكسر، لا ينكسر مهما حصل. لا يمكن العصب القوي الفانيلا اللي انت لابسها دي الدم اغلى حاجه في الدنيا. الدم ده اللي يبص للون الاحمر ده لابد انه يشعر بالشجاعه وبالفخر.
كلنا لازم كأهلاوية نفتخر هذا الموسم ان الدوري دخل عرين النادي الاهلي، وان شاء الله ما حدش هيقوم ناحيته باذن الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. يعني اخذ من كلام الكابتن عادل يا كابتن مان ان هو دوري استثنائي للنادي الاهلي فقط، وان الاهلي ما بيعرفش حاجه اسمها مستحيل. وان شاء الله مش هيكرر الاستثنائي ده. يا رب. لانه تعبنا بصراحه. يا رب. والله يا ميدو بصراحه يعني الدوري ال 41 ده كابتن عادل في منتهى الصعوبه يعني. دوري اعجاز وانجاز في نفس الوقت بصراحه. اذا كان من الناحيه الاداريه او من الناحيه الفنيه. الناحيه الاداريه بنحيي طبعا مجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب واعضائه، ان هم قدروا في خلال المرحله الانتقاليه الشتويه ان هم يقدروا يستخدمونا 6 لعيبه من احسن اللعيبه اللي موجوده في الدوري العام. والسته دول يا ميدو يمكن كان دم جديد بالنسبه لنا، وعملوا لنا مرحله انتقاليه بشكل كبير يعني الشحات وجيرالدو ومحمد محمود وياسر ابراهيم ورمضان صبحي ابن النادي طبعا وياسر فتحي وسط ملعب من اللعيبه المميزه اللي احنا اخترناهم من انبي. ومن خلال المرحله ديت النادي الاهلي بدا يتنقل من الدور الثاني. لو نلاحظ كده وهنرجع هنلاقي يا كابتن عادل احنا بدانا الاخير، ودي عمرها ما حصلت في الجدول. وبعدين بدانا نخش في ال 18 مركز ال 18 وبعدين مركز ال 16 ال 14 ال 15 وبعد كده الدور الثاني الناس كلها حاسه ان الاهلي جاي، ان الاهلي جاي، ان الاهلي بدا يكسب مبارياته المؤجله وبدا يحط ايده بقى على البطوله المفضله بالنسبه له. فعايز اقول لك ان الاصابات بقى اللي لحقت الفريق وضربت الفريق اكثر من 12 اصابه، وكلهم كانوا من اللعيبه الاساسيه اللي هم المؤثرين في خطوط النادي الاهلي، ما كانوش موجودين في معظم المباريات الحرجه. لكن عايز اقول لك ان الدوافع اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي ولون الفانيلا الحمراء وشخصيه البطل قدرنا ان احنا يعني نكسب دوري. انا شايفه عايز اقول لك ان انا وانا لاعب مريت بنفس الظروف، بس ما كانتش بالظروف الصعبه دي. وانا مدرب كمان مع النادي الاهلي 95 2000 مريت بنفس الظروف، بس ما كانتش بالظروف الصعبه دي. المره دي الدوري ال 41 ده في منتهى الصعوبه بصراحه، واذا كان بيدل فبيدل ان المؤسسه دي مؤسسه كبيره. دي حقيقه. مؤسسة فعلا محتاجه تدرس زي ما بيقولوا، يعني مؤسسه تعليميه رياضيه كل الناس تستفاد منها. يعني المؤسسه كابتن عادل واللي انا كنت بتكلم فيه قبل ما حضراتكم تشرفوني، كيف تعاملنا مع الازمات وازاي ان انتصرنا للحق، انتصرنا للمبادئ، وانتصرنا للقيم، وانتصرنا للادب بصرف النظر عن الكوره. هقول لك حاجه فنيه، في تفاصيل يعني. هقول لك حاجه فنيه، انت في النادي المنافس واخد كونفدراليه وبيمشي المدرب بتاعه. تمام. النادي الاهلي مغلوب 6 من سان داونز ما غيرش المدرب. 5. 5؟ مش الاولى مين اللي يمشي؟ مش المغلوب 5 ولا اللي واخد الكونفدراليه؟ وبالتالي هنا بقى الثقه للعيبه من خلال الثقه في الجهاز الفني، وده مبدا. جميل. في النادي الاهلي من يوم ما اتبنى. جميل. الحاجه الثانيه انك انت وانت ماشي في الشارع ليك قصه، اول ما تخش الباب بتاع النادي في الجزيره بتحس انك انت انسان تاني خالص، مبادئ تانيه وقيم تانيه والاحترام والاتقان العمل والثقه والتفاني في العمل والاخوه والترابط والعيله، كل ده مجرد انت ما دخلت الباب ده بتشعر بده، وانت اعتقد ان انت طبعا حسيت بده طبعا. وبالتالي المؤسسه دي على مدى 100 وشويه سنه الناس اللي عملت النادي ده عملته مش بنى، ده روح. روح يعني بقول لك روح الفانيلا الحمراء، الروح دي اللي جواه مش مباني او ملعب، لا ده حاجه ثانيه خالص ما يحسهاش الا اللي لبس الشعار ده. وبالتالي المؤسسه دي ما فيش صغير وكبير، في احترام للجميع وفي اتقان عمل، وزي ما بيتقال دايما في النادي الاهلي فوق الجميع. فوق الجميع ايه؟ فوق جميع ابنائه بالظبط، مش فوق الناس اللي بياخدوا الامور حاجه ثانيه يعني. وبالتالي المؤسسه دي كلنا لازم نفخر، انا كاهلاوي، انا كجمهور، وكأي حد في الشارع بينتمي لهذا النادي
لازم يفخر ان فيه مؤسسه محترمه بتراعيه ما بتاخدش برايه صحيح. يعني النادي الاهلي عمره مجلس اداره ما بيمشي ورا راي الجماهير، لا، مجلس الاداره اتعمل علشان يدير والجمهور ليه دور ان هو بيقف ورا لعيبته ويقف ورته ويقف ورا ناديه وادارته. لا يمكن هتخذله، لا يمكن هتخذله، ليه؟ على المدى التاريخ كله عمر ما الاداره خذلت جماهير. كلام جميل جدا. مضبوط. واحنا لو قعدنا نتكلم عن الاداره والدعم على مدى السنوات اللي فاتت زي ما قال كابتن عادل، مش يعني ممكن عايزين سنين نتكلم على الدعم الاداري اللي بيحققه النادي الاهلي لفرقته في كل حاجه بصراحه. هي دي المؤسسه زي ما كابتن عادل قال، بتتورث جيل بعد جيل. يعني مجالس الاداره اللي بنوا المبادئ ديت تورثوا روح الفانيلا الحمراء، مبادئ النادي الاهلي، اولاد النادي الاهلي، انجازات النادي الاهلي. فالنهارده كابتن محمود الخطيب بيقود المؤسسه وهو لاعب عايش هذه الاجواء واداري للفريق الاول، ثم عضو مجلس اداره، ثم نائب الرئيس، ثم امين الصندوق، ثم رئيس النادي. فبيبقى في حس يا ميدو، احساسك انت كرئيس نادي وكلاعب بتستشعر بقى ايه الاهلي عايز ايه والاهلي رايح لفين. فانا شايف ان الفتره دي كابتن محمود ومجلس ادارته عندهم يعني حاطين ايديهم بشكل كبير جدا على انطلاق النادي الاهلي من خلال بطوله الدوري هذا العام. مشاكل كثيره جدا قابلت النادي الاهلي العام الماضي، ويمكن اكثرها واخطرها اصابات النجوم الكبار اللي هم اكثر من 12 لاعب، واحنا كنا حاطين ايدينا على قلبنا لان النجوم دول مؤثرين بشكل جيد. لكن البركه بقى في الروح القتاليه والجدعنه لباقي النجوم، اذا كانوا اللي اتضافوا او النجوم اللي كانت موجوده بشكل جيد. روح الفانيلا وروح النادي الاهلي واصرار اللاعبين ان هم يحققوا بطوله الدوري رقم 41، وعلى راسهم حسام عاشور. وهنا كابتن عادل، حسام من اللعيبه اللي سبقت عصرها زي ما بقول، يعني كابتن من ضمن الكباتن اللي عاشت اكتر من 12 13 15 سنه بطوله الدوري العام كابن من ابناء النادي الاهلي، وخد منهم 12، وكان ليه دور كبير جدا جدا في المرحله الانتقاليه الاخيره، ان هو كقائد قدر يلم اللعيبه وقدر يعرفهم ان احنا الفتره الجايه ايه الاهداف اللي احنا بنسعى عليها، ضم الدم الجديد مع اللعيبه اللي موجوده. عمل بصراحه يعني توليفه بشكل كبير جدا، حسيناها في كل مباراه. يعني الدور الثاني تحس ان لعيبه النادي الاهلي عينها على الدرع، عينها على الانتصار، عينها على المكسب، عينها انها تحط رجليها على الجدول. واحنا عارفين ان الاهلي لما بيركب الجدول خلاص الامور بتبقى في منتهى الصعوبه بشكل كبير. فانا عايز احيي كمان اللعيبه لان هم عاشوا اجواء في منتهى الصعوبه بصراحه. يعني اذا كان حسام عاشور او شريف كرامي من ضمن الناس بردك اللي تحمل المسؤوليه، احمد فتحي من ضمن الناس اللي تحملت المسؤوليه، وليد سليمان. وشوفنا وليد يعني في عز اصابته وبيحاول ان هو يشترك ويؤدي بشكل جيد. فانا عايز اقول ان الخبره اللي كانت ممثله في هؤلاء اللاعبين اثرت بشكل كبير جدا مع بقيه العناصر، والمسانده الفاعليه من مجلس اداره النادي الاهلي، وتحس كده يا ميدو ان مش قلقانين، عارفين ان المجلس رايح فين ومشواره فين وتحقيقه للهدف يوصل له ازاي. الجهاز الفني زي ما كابتن عادل قال ان احنا النادي الاهلي طول عمره في حاله الاخفاقات ما بيمشيش، ده بالعكس النادي الاهلي بيدي ثقه اكتر والحساب في نهايه الموسم، وطول عمرنا كده. يعني زي ما قلت لك انا عشت الاجواء ديت وانا لاعب، ان احنا فقدنا حوالي يمكن 8 9 نقاط بيننا وبين نادي الزمالك، والدور الثاني قدرنا نعوض. وانا مدرب عشت مع كابتن ثابت البطل الله يرحمه، افتكر كابتن عادل بدايه الدور الثاني الزمالك فايت ب 13 بونت سنه 95 96، وطلع كابتن ثابت البطل قال الدوري في الملعب. يعني حتى كمان الراجل اللي كان هولمان المدرب الالماني فوجئ قوي يعني بكلام ثابت. يعني زي ما مستر لاسارتي كان متفاجئ بكلام سيد عبد الحفيظ بالظبط. فانا عايز اقول لك ان الحاجات ديت احنا عشناها وتورثناها. النهارده سيد برضك عاش هذه الاجواء، وتحس ان ثابت سيد كان عنده ثبات انفعالي بشكل كبير جدا وهو بيتكلم ان احنا المهم النهايه، العبره في النهايه، المهم في اخر مباراه اخر صفارات الحكم. وهي ديت زي ما قلت لك
احساس النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي ان البطوله ان شاء الله هنوصل لها، واحنا عارفين نوصل لها ازاي. فتحيه خاصه كمان للجهاز الفني والجهاز الاداري ممثله في سيد عبد الحفيظ. يعني يا كابتن عادل، فرق النقاط، احنا متعودين ان احنا بنبقى متاخرين، وزي ما حضرتك قلت الكابتن ماهر قال، وبنرجع تاني بناخد المركز الاول او بناخد الدوري. مش دي كانت القصه، واكيد الاصابات برضو متعودين عليها ونقص اللعيبه متعودين عليه، لكن الجديد اللي يدرس السنه دي بصراحه، واللي احنا كلنا كاهلاويه فرحانين بيه قوي وفخورين بيه جدا، ان تحس كان الكل متكاتل عليك، وكل عايز يعمل فتنه في قلب النادي الاهلي حتى بين الاهلي وجمهوره، وانت اتعاملت مع الازمات بمنتهى النضوج ومنتهى الاحترام ومنتهى الادب وبشكلك الطبيعي قدام جماهيرك، واحترامك لنفسك في المقام الاول والاخير، بتكلم كمجلس اداره، احترامك لجمهورك، احترامك لشعار النادي، احترامك للكيان الكبير، اتعاملت مع كل ده وربنا كرمك في الاخر احسن كرم. حتى حسين الشحات اللي الدنيا كانت كلها بتتكلم عليه، ده فلوس ده فلوس فلوس، ربنا كرمه برده في الاخر وجاب جولين كسبوا النادي الاهلي الدوري العام. هل هي يعني صدفه، ولا هي فعلا انت اتقيت ربنا في شغلك وسكت واستحملت عشان كده ربنا كافئك في الاخر؟ ما هو الميزه، ميزه القلعه الحمراء ممثله في مجلس ادارته وفي جماهيره وفي ادارته وفي الجهاز الفني وفي اللاعبين، ان انت مركز في شغلك، مالكش دعوه بغيرك. غيرك بيحاول زي ما تفضلت كده، بيحاول يعمل فتنه عن طريق بعض وسائل الاعلام، الميديا. كانت فتنه علنيه يا كابتن عادل، عادي يعني خلاص بقت علنيه، وتجاوزات تجاوزات علنيه، سبار علني، كل ما هو غير مهذب بيتقال على ادارتك وعلى لاعبتك وعلى كل حاجه، كلنا. الحاجه الثانيه كمان، تيجي تبص على جدول المباريات، يروح ضغطك لعب لك 8 ماتشات في شهر، الفريق المنافس بيغير زي ما هو عايز، ويقول لك العب وما العبش، ويمضي على ورق، والورق ده يروح للاتحاد ومفيش حاجه تتعمل. تبقى انت مسافر رايح علشان تلعب في السويس، يقول لك، وانت اللعيبه رايحه بالاتوبيس يقول لك غير روح برج العرب، يعني ما بتلعبش في ملعبك. الحاجه اللي الناس للاسف مش فاهماها ومش عارفاها ومحدش بيتكلم فيها، النادي الاهلي عباره عن جماهير. انت بقالك 5 6 سنين بتلعب من غير جمهور، ده انت جمهورك ده اللاعب رقم واحد طبعا، انت فقده. انت لما بتيجي تنزل الاستاد وانت بتلعب في انبي، بتلعب في اي حته، وتلاقي 80 90 الف في المدرج، رجليك بيحصل لها طبعا ايه؟ طبعا رجليك بتخبط في بعض. انت فاقد دي بقالك قد ايه، ومع ذلك الدوري على طول في هذا المكان. تتابع المباريات بقصد او بدون قصد، قصور شويه من بعض التحكيم الله اعلم، طبعا ما نتكلمش عنه، لكن كان في برضه بعض التجاوزات عليك، والمنافس بيبقى فيه نوع من ايه؟ الحنيه شويه. حتى على مستوى افريقيا، ويمكن هنتكلم على مستوى افريقيا، حتى على مستوى افريقيا في الماتش الثاني بتاع سان داونز، الراجل جاي بيكتفك في الماتش اللي في الاستاد، يريد بيكتفك، ده شلك اساسا خالص. والكلام ده يعني علنية، علني يعني، اللي هو انا بطلع، انا قلت قبل كده كابتن عادل، الحكم كان ناقص بس يطلع لنا لسان هو بيحكي، ويتضح بعد كده انه بان كل حاجه في لجنه الحكام في مصر، اعضاء في الاتحاد الافريقي للحكام، واكيد بيبقى ليهم دخل في تعيين الحكام دول، لان مش ممكن ابدا يجي جاي حكم في 80,000 هو بان كمان بعيد عننا كابتن عادل، ويبقى مكتفك بالطريقه دي. اه فال العقبات دي مع الضغوط اللي عليك، مع التريمين عايز فار يقول لك ما فيش، وبعدين يقول لك فيه، وبعدين ما ينفس، الله انت بتنفس ليه؟ وبعدين انت حاطط ليه مراخيرك انك انت تدير الدوري؟ مش وظيفتك. هنا ابو ريده الراجل يعني الراجل الكبير قوي ده اللي في الاتحاد الافريقي وفي الاتحاد الدولي، ما يبقاش عندك الفار، ما يبقاش عندك عداله في التحكيم، ما يبقاش عندك اداره المسابقه، انت ليه بتديرها يا كابتن هاني؟ إدارة المسابقة دي مفروض رابطة للأندية هي اللي بتدير المسابقة دي، ما يبقاش أعضاء مجلس الإدارة بيشتغلوا في الإعلام 24 ساعة وأعضاء في الاتحاد. شوف حضرتك، لو سبت حضرتك تتكلم هتقعد تعدد مساوئ اتعرض لها النادي الأهلي كتير جدا. النادي الأهلي بيطلب الفار يا كابتن، عايز الفار لنفسه ولا لكل أندية مصر؟ لما يقول البطولة تنتهي قبل الدوري،
قبل البطوله الافريقيه، عايزها لنفسه ولا عايزها للناس كلها؟ طبعا الفار طبعا لكل المصلحه العامه، ودايما بقول الاهلي لما بيتكلم بيتكلم بلسان المصلحه العامه، لان الاهلي تعدى حدوده كنادي بقى بيتكلم للمصلحه العامه كمان. كابتن حسن حمدي لما كان ماسك الاهرام وكان في طبعا البث الفضائي والحاجات ديت، شوف كان الانديه بتاخد ايه نسب، وهو على الرغم ان هو كان رئيس النادي الاهلي ومع ذلك النسب كانت باحترام وبتقدير بتروح بالنسب المحترمه بالزبط. بتروح في ميعادها. شوف الناس بتعاني ازاي دلوقتي. ومع ذلك يا كابتن ماهر النادي الاهلي في الاخر، عشان كده انا قلت دوري انتصارا للمبادئ والادب والاخلاق بالظبط، ليس الا بالظبط قبل الكوره. وده واضح السنه دي يا ميدو بشكل كبير جدا، ان احنا شفنا كل الوان الطيف في هذا الموسم. ده في الوان صراحة. في الوان جديده اول مره تشوفها يعني السنه صراحه، يعني من الوان جديده طلعت علينا اذا كان افريقيا او اذا كان تحكيم او يعني كان في واضح قوي ان يعني في ناس مركزه على اخفاق النادي الاهلي. لكن ده سمه البطل الكبير صاحب الالقاب دي كلها، صعب انه يقع، صعب انه يتهز، يقل في المستوى شويه لكن يرجع له بشكل كبير جدا. وده اللي احنا شفناه يمكن في الحاله الفنيه والذهنيه في الدور الثاني بالذات. يعني النادي الاهلي ركز بتركيز واضح قوي، تركيز احترافي، وده اللي ساعده على نجاحه ووصوله للهدف اللي هو كان بيسعى عليه. يعني بعض النقط يمكن ساعدت النادي الاهلي كابتن ميدو وكابتن عادل، ثبات التشكيل. لما وصلنا لمرحله ثبات التشكيل بدا يبقى عندنا تشكيل ثابت واضح في خطته اذا كانت هجوميه او دفاعيه، وبدا تاثير هذا التشكيل على مكسبنا للمباريات اللي احنا بدانا نفوز فيها في الدور الثاني. اللعيبه اصحاب الخبره بقى اللي موجودين اللي احنا ذكرنا اسمائهم ساعدوا كمان الجهاز الفني بشكل كبير جدا ان هم يقدروا يحققوا انتصارات بشكل كبير. حتى اللعيبه الدم الجديد اللي احنا في المرحله الانتقاليه الشتويه ساعدونا كمان في تحقيق الهدف اللي احنا كنا بنسعى اليه، مع مجلس اداره طبعا اللي هو مساند الفريق. كابتن محمود الخطيب كان موجود في كل تمرينه وكل مباراه، ودي كانت اكبر مسانده بالنسبه له لفرقه كره القدم ان هو حاضر معاهم التدريبات، بيديهم روح الثقه. حتى المباريات موجود في المدرج هو مجلس ادارته بيدوا ثقه للاعبين. زي ما كابتن عادل قال، جمهور النادي الاهلي اللي احنا وحشنا ما شفناهوش بقالنا فتره، لكن القله اللي كانت موجوده كنا بنحس بيها طبعا وهتافاتها ومساندتها للجمهور بشكل كبير. كل الامور ديت وحتى الاجهاد والاصابات اللي ضربت الفريق قدرنا نتغلب عليها مع الجهاز الطبي لحد ما وصلنا للمشهد الجميل، السيناريو الواضح في مباراه المقاولين العرب، ان احنا بنفوز على المقاولين العرب في مباراه يعني فنيه بدنيه تكتيكيه على اعلى مستوى بثلاث اهداف، ونقض على كل الشكوك الكابتن عادل اللي كانت بتقول لازم رقابه للمباراه، رقابه مش عارف. الكلام ده مش موجود للنادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره هو عارف طريقه فين وهو عارف بيعمل ايه، وزي ما قلنا المؤسسه الكبيره دي بتعلم الناس الانضباط، بتعلم الناس الجوانب الفنيه، بتعلم الناس ازاي تبقى بطل، بتعلم الناس روح المكسب، واخد بالك؟ فدي كلها حاجات يعني انا بحيي فيها كل المنظومه الرياضيه اللي موجوده عليها النادي الاهلي، لان الدور الثاني كان دور واضح قوي ان احنا رايحين للهدف وهو بطوله الدوري العام. اكيد اكيد. لو رجعنا مع حضراتكم البطوله الافريقيه، خلاص انتهت وخلاص وخرجنا واللي حصل حصل، ان شاء الله باذن الله مش هتخرج من ايدينا السنه الجايه باذن الله باذن الله. لكن لو تفتكروا كنت انا دايما بكلمكم بقول لكم يا جماعه والله العظيم احنا ما بنخرج كوره. لو تراجعوا الماتشات واتفرجوا عليها بقى بهدوء بقى، انا اياميها كان في الجماهير كانت زعلانه والاداء وحش، وحتى بالرغم من الاداء وحش لكن كنا بنتظلم ظلم مبين من الحكام، مبين زي ما قال الكابتن عادل والكابتن ماهر. كان الحكم، وانا قلت قبل كده الحكم بس ناقص يطلع لسانه وهو بيحكم لنا، لان انا جاي عليكم في كل حاجه. لكن قلت لكم الاهلي بيتظلم ظلم مبين في افريقيا، واتظلم ظلم مبين في افريقيا، وكان في نسبه 70% من خروجنا او اكتر من 70% كمان خرجنا بيه من افريقيا. عشان كده انا كنت ضد وما زلت ضد، وهفضل طول ما انا عايش ضد اي حد يقول على لعيبه النادي الاهلي مهما خسروا انهم كانوا صغار او كانوا لا يستحقوا ارتداء التيشيرت النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي زي ما بتزعلنا شويه لكن بتفرحنا قوي، زي ما بيزعلونا بيبقى في اسباب كتير قوي عشان نخسر لكن بيفرحونا، وبرده في اسباب كتير قوي عشان برده يخسرونا، لكن اللعيبه دي هي اللي بتكسبنا بفضل ربنا. اللعيبه تحملوا
اللي ما لا يتحمله بشر السنه دي والله العظيم. واكيد الكباتن عارفين وفي كلام طبعا احنا مش قادرين نتكلم فيه ولا هنتكلم فيه، خلاص اللي حصل حصل، لكن كل الشكر والتقدير لكل اللعيبه للجهاز الفني والاداري كابتن سيد عبد الحفيظ. هقعد اشكر 41 يوم معانا في او، تعالوا نطلع نشوف في او ونرجع نكمل مع ضيوف الكرام. اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم دوري مميز جدا يا كابتن عادل، وقلت قبل ما حضراتكم تشرفوني قلت ان العقول العاديه، وحضرتك كلمت من قبل ما كنت تسمع انا اتكلمت في ايه، حضرتك كلمت قلت ان العقول العاديه ممكن يقولوا الاهلي بعيد، الاهلي مش هياخد دوري، لكن انا قلت الاهلي ضد المنطق عموما، ضد الكسر زي ما انت قلت حضرتك، الاهلي ضد المستحيل. فاحنا كاهلاويه مؤمنين الاهلي ممكن يعمل اي حاجه مش عاديه مش طبيعيه. الاهلي كان بعيد قوي، الناس قالوا الاهلي بعيد خلاص، الزمالك هو بطل الدوري، الناس رهنت وحلفت، يعني كويس ان ما حلفوش اي مناط غريزه، كان زمان البيوت نخر. لا ده في ناس رهنت وقالت احنا مش هنفهم في الكوره لو الاهلي خد الدوري. بس يا كابتن في والله حاجات جايه على تليفونك يا كابتن. عارف يا كابتن عادل ده اللي بتكلم شهر مارس انا الاهلي لو خد الدوري انا مش هشتغل في الكوره وانا ما عنديش فكره عن الكوره. ده في ناس الراجل المذيع قال له طب بتاع ده هيتسجل. لا ده في ناس حلفت طلقات بقى ما اعرفش هيعملوا ايه في ده. كابتن اصل في حاجه هو زي ما انا يعني انا قلت على النادي الاهلي انه يعني انت ماشي بتتقن عملك ما تفكرش في غيرك، وغيرك عمال ما بيفكرش غير فيك ان هو ازاي يحبطك. اه بالظبط. زي واحد متفوق جدا وواحد يعني اقل منك، مش اقل منك يعني اقل منك فنيا او اداريا او، فهو عايز يشدك يجيبك لتحت بدل ما هو يعني يرتقي ويطلع لمستواك، ان هو يفكر بقى في نفسه ويشتغل لنفسه وما يلوش دعوه بيك ويشتغل ويكسب وياخد الدوري. لا هو كل تفكيره ان انت يسخر منك، يدخلك في مشاكل، يدخلك في مشاكل، يقول لك انت في المنطقه الدافيه، انت هتصارع على الهبوط، انت الكلام ده. هل الكلام ده بتاع سلوك بطل؟ طب كان وارد جدا ان اداره النادي الاهلي وجهازه الفني يرد. كان الرد الوحيد من الكابتن سيد ساعات لما كان بيطلع كان بيقول العبره بالنهايه، ولسه الدوري طويل، صح العبره بالنهايه. فاحنا انا شوف مين اللي هيضحك في الاخر. اه بالظبط. لذلك هو بعد نهايه المباراه اللي فاتت قال ده ألز موسم، ألز موسم عشان ايه؟ لان المطبات كانت كتيره قوي فعلا، واللي مش يعني برضه كابتن سيد كان حاطط في ذهنه بعض التجارب اللي كابتن ماهر اشاد اليها، ان التجربه اللي حصلت دي مع الفوارق في النقاط دي كلها حصلت كذا مره في النادي. بالظبط كده. فالولاد عايشينها وشايفينها وعارفين انها تحصل برضه. صح. لان برضه المنافس ما بيستوعبش الدرس. ما بيستوعبش برضه، بيفضل وراك وعمال يسخر منك. يعني بتسخر مني ليه؟ ده احنا زملاء، ده احنا قطبين. فاحنا لا يمكن نسخر من النادي المنافس نادي الزمالك على عيننا وعلى راسنا، والانديه المشرفه وهم الاثنين بيمثلوا الكره المصريه. بس انت خليك يعني انت شايف النادي الاهلي 41 بطوله وانت 12، طب يعني انا اركز في شغلي علشان اوصل لل 42. خلينا عادل يعني كلام حضرتك محترم جدا كالعاده مع كابتن ماهر همام، طبعا يعني رموز كبيره جدا. يعني خلينا نتكلم زي ما حضرتك بتقول، احنا كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك، احنا عمرنا ما ردينا استحالة على نادي الزمالك. استحاله خالص. احنا بنرد بس على اشخاص، هي وحتى ما بنردش على اشخاص، لكن نادي الزمالك بجماهيره ليه كل الاحترام والتقدير. لكن حسام عاشور خلي بالكم بقى عنده 12 دوري، كان هنقول بقى ثلاث اقطاب كده لو هنمشيها اقطاب، يعني حسام عاشور عنده 12 دوري. انا عايز لا رد عليا الاول في الجزئيه دي. ما هو حسام عاشور بقى عنده 12 دوري يا جماعه، 12 دوري والنادي المنافس 12 بطوله. بقى قطب يعني الراجل ده بيمثل قطب. ايوه ما دلوقتي هنتكلم في اقطاب كره القدم، يبقى عندنا ثلاث اقطاب دلوقتي. أيوة. لكن خلينا نتكلم ان الاهلي بعيد قوي عن القطبين. دي مفيش شك. انت شفت امبارح حسام عاشور وهو بيسخن ورا الجول، وده كباتن النادي الاهلي حاجه مفيش كده. شوف اللي بيضحك هو بيمثل، بتبقى باينه، بتبقى ضحكه صفراء. شوف الراجل ده بيحضن الشحات ازاي من قلبه ازاي وضحكته ازاي، وهو لما جاب الجول الاولاني ولما جاب الجول الثاني حاجه. هو ده النادي الاهلي، هو ده كابتن النادي الاهلي. اه بالظبط. زي قبليه برضه حسام غالي وقبليه كل الكباتن الكبار، يعني حسام غالي ومتعب. الموقف يا كابتن عادل بتاع السوبر لما حسام خد الكاس
وجاب متعب ومتعب بيقول له لا انت الاول، قال له لا انت كابتن، انت كابتن لازم تشيل انت الاول، شيل احنا الاثنين مع بعض. فدي ميزه المبدا يا كابتن، انكار ذات واحترام، ويمكن الانكار الذات ده كابتن عادل بيساعدنا بشكل كبير جدا اكيد في تحقيق الاهداف اللي احنا بنسعى عليها. طبعا نادي الزمالك زي ما حضرتك قلت، وميدو ده قطب من اقطاب الكره المصريه، ومعهم حسام عاشور صاحب بطولات، ومعهم حسام عاشور ومعهم طبعا وصاحب بطولات ما نضيعش دور. ما حسام ده حاجه حاجه جميله يعني بصراحه بجد. والله بتكلم بجد، ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني نمسك يعني كابتن من الكباتن اللي كتبوا في تاريخ النادي الاهلي 12 دوري، صاحب بطولات عظيمه، اعتقد اللعيب الوحيد في العالم يا كابتن، اللعيب الوحيد في العالم كابتن اللي عنده نسبه دوري زي الاقرب منافسي النادي، يعني اعتقد ان كده، لان النادي الاهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي موسع الفجوه بينه وبين اقرب منافسيه ل 29 دوري، 29 دوري، 29 سنه. علامه الاستفهام يا كابتن بقى كابتن ماهر، انه مرشح منتخب، تخيل ده النوعيه دي مرشح على مدى كام سنه مرشح منتخب، وخد بالك كابتن اساسي نمره واحد في النادي الاهلي. احنا تاثرنا، منتخب مصر اتاثر عشان عدم وجود عدد من لعيبه النادي الاهلي، خد بالك لو رجعنا منتخب مصر لو قعدنا نتكلم فيه بقى اتاثرنا بايه، لا في حاجات كتير يعني انا عايز اقول لك، لا بطولات منتخب مصر ميدو كان معظمها من ولاد النادي الاهلي، لو نرجع كده للكابتن حسن شحاته 3 بطولات كان 8-9 لعيبه من قوام المنتخب المصري من لعيبه النادي الاهلي، فانت حتى كمان البطولات اللعيبه بصراحه اللي كلها رجاله، انا حتى حسن عبد الرب وافتكر يعني طبعا زيدان طبعا طبعا عمرو زكي بنقللش منهم بس كانت لعيبه، لكن طبعا عبد الظاهر احترام طبعا كابتن ماهر، كابتن ماهر بيقول 80% 85% كان اهلي، يعني انا لازم انت لازم طبعا لازم الطف الجو وان شاء الله باذن الله منتخب مصر يا كابتن الفتره اللي جايه باذن الله هيرجع تاني لبطولاته اكيد بوجود لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. يعني طالما اتكلمنا عن حسام غالي لازم اتكلم بقى انا يعني عن رضا شحاته، كان اول مأموريه مسكها واول حاجه رسميه مسكها كان مدير فني امام نادي الزمالك، برده كانت مباراه كبيره وقدم فيها مستوى رائع كمدرب بصراحه، يعني نزل تغييرات احرزت اهداف بصرف النظر والله ان هو كان بيلعب الزمالك ولا لا، لكن لازم طبعا نحييه كابن من ابناء النادي الاهلي، مشروع مدرب كبير قوي ان شاء الله يبقى يكمل في نفس الطريق بتاعه، يعني عمل مباراه كبيره قدام نادي الزمالك. واضح جدا اللعيبه فت، واضح جدا ان هم في اعداد نفسي على اعلى مستوى، وده طبعا اكيد حسام غالي مع طبعا مع رضا برضه شخصيه حسام غالي اصل حسام بيعمل زي الفرن اللي هو اللي على طول شايط على طول فعلى طول اللعيبه سخنه يعني اللي بيلمس بيتلسع يعني، فالاداء الفني مع الالتزام في الملعب مع الروح القتاليه في ماتش انت مش طالب منه غير اظهار اداء، الى جانب ان الولاد المعارين بتوع النادي الاهلي اثبات وجود، الى جانب المعامله الطيبه اللي بيلاقوها من حسام غالي ومن رضا شحاته والاداره المحترمه بالزبط. الاخ اللي بيتولى رئاسه النادي اللي بيتولى اداره الكوره اسمه وكيل لعيبه وكيل لعيبه في كتير شوقي محمد نادر شوقي نادر شوقي طبعا شوقي. طبعا اسف انا والله نادر شوقي طبعا نسينا يعني نادر معلش طبعا ده حاجه جميله جدا حاجه مشرفه جدا بصراحه الولاد المعارين اللي جانب الولاد الموجودين برضه ناجي جده الولاد النادي الاهلي واو الاخره، فالولاد دول حابين ان هم كل ماتشاتهم كده يا كابتن عادل عشان بس في ناس يقول لك ده صراع قدام الزمالك لا لا كل ماتشاتهم كل ماتشاتهم كسبانين بيراميدز بالظبط وكانوا الاهلي كسب في دقيقه كام في هناك بالظبط كل ماتشاتهم كده حتى قدام نادي الاهلي قدام النادي الاهلي احنا كسبنا في اخر 10 دقائق بالظبط بتاع ناصر ماهر ماتش صعب فالولاد دول حابين ان يبقوا موجودين في الجونه نتيجه المعامله الطيبه من نادر شوقي ومن المسؤولين عن الشركه وحسام ورضا، وبالتالي الولاد قدوا مباراه فعلا بشرف زي ما المقاولين العرب قدوا بشرف، وهنيجي للكلام على المقاولين اكيد. يعني بمناسبه اللعيبه ولان في ناس كتير قوي اتكلموا عن لعيبه الجونه وازاي بيلعبوا كده قدام الاهلي، فسالوا رضا شحاته بالمناسبه يعني فسالوا رضا شحاته هي ليه اللعيبه بتلعب كده وليه بيلعبوا بغل كده، قال لهم طب انتوا بتلوموني اللعيبه بتلعب بغل، طب ما لعيبه الفريق الثانيه يلعبوا بغل كانش في غل بتلومون انا ليه لما انت لا غل كروي قصدي احنا احنا في الكوره بلغه الكوره بتاعتنا كابتن الماتش يعني بيلعبوا بروح بقلب ده طبيعي جدا يا كابتن، الماتش كان ماشي سجال وماشي كويس قوي والزمالك فرصه والماتش عادي جدا، النرفزه حصلت بعد لما هدف التعادل بتاع ياسر ثم النرفزه الثانيه حصلت بعد جول التعادل للزمالك،
هما الدقيقتين دول، دقيقه لما ياسر جاب الجول التعادل بالظبط والزياده الثانيه يعني الدقيقه الثانيه في نهايه المباراه. يعني حضرتك عايز كنت اتفضل هم انا عايز اقول يعني تحيه للرضا وحسام غالي ونادر. وطبعا هم المرحله الانتقاليه لعيبه النادي الاهلي السته الجزار واكرم توفيق واحمد حمدي واحمد اسريان وجده اضافوا اضافه كبيره جدا كابتن عادل لشكل واداء نادي الجونه، لان هم دول ولاد النادي الاهلي متربيين في النادي الاهلي، فهم عندهم حس البطوله وحس المكسب وحس التحدي. اكيد نادي الزمالك كابتن عادل مع الاسف الاعداد الذهني للمباراه دي ما اشتغلش عليها جهاز الفني، ما اشتغلش عليها بصفه احترافيه. هو عارف انه رايح يلعب جهاز معظمه من النادي الاهلي لعيبه من النادي الاهلي، فعشان كده يمكن كان مش هم اتفاجئوا، كان المفروض لازم يحطوا في الاعتبار ان المباراه هتبقى في منتهى الصعوبه بالنسبه لهم، لكن الزمالك ادى فيها كمان ادى فيها بشكل جيد، لكن يمكن هي دي المباراه اللي اثرت على نادي الزمالك بالنسبه لخسارته لبطوله الدوري العام. لكن اللعيبه دي يا كابتن عادل عايزه تثبت وجودها، لان هي عايزين يرجعوا النادي الاهلي تاني، يعني دول ولاد النادي الاهلي ولاعيبه مبشرين، والاعاره دي افادتهم بشكل كبير. مع احترامي الشديد لحضرتك، لعيبه النادي الاهلي اللي بيخرج من النادي الاهلي بيلعب كده بالظبط، هو بيموت نفسه وعايز يرجع تاني، بيلعب بغل بيلعب بروح بيلعب دي شخصيته حتى قدام الاهلي اللي اتربى عليها قدام الاهلي لعب يعني كده. احنا مباراتنا مع 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 الجونه النادي الاهلي كانوا فعلا بنفس المستوى بالظبط بالظبط. عماد النحاس في المقاولين برده ما يعني كان ممكن 1-0 جابوا فيه الجون، يعني 1-0 جاب الجون اللي هو كان هاند بول، وكان ممكن ماتش بيبقى صعب جدا لو ان الاهلي حسمه. برضه ما فيش الكلام ده لعيبه النادي الاهلي، مدربين النادي الاهلي ما عندهمش حته ان انا افكر اساسا انا حتى العب اسيب سنه او مش عارف العب قدام مين جامد والعب قدام مين، ما فيش الكلام ده متهيألي. حته اللي بنقول عليها في النادي الاهلي حته الشرف والامانه. جميل قوي صح، الشرف والامانه. انا العب كوره وافوت يبقى انا ممكن العب قمار، وممكن يعني اعمل اي حاجه، وممكن ابقى اربي ولادي غلط واكل الحرام. اللي بيفرط في حاجه قد كده يفرط في حاجه كبيره بالظبط. فانت ابن النادي الاهلي عماد او رضا او حسام لما يلعب النادي الاهلي هيلعب بامانه وشرف، وده اللي اتعلمه في بيته وفي النادي الاهلي بالظبط، وبالتالي لما هيجي يلعب هيبقى عنده دي. ما ينفعش ابدا ان انا افرط، وحتى قيمة البطولة وطعمها الحلو في بقك ان 17 نادي بيلعبوك بمنتهى القوة وبمنتهى الحوافز علشان ينالوا منك، فانت البطولة يبقى لها طعمها حلو قوي لما انت تاخدها في ظل الجو ده طبعا. لو انت بقى الاندية كلها بقى ايه بتسيب لك واول اخره، هل البطولة دي يبقى لها طعم؟ هل الجمهور هيفرح بيها؟ لا طبعا استحالة بقى. استحالة. وهيبان من معدنك انت من الماتش بتاع امبارح، والله انا عمري ما شفت فريق المقاولين بهذه الشراسه بالتركيز ده الشراسه ده في ضرب بالكعان ومع ذلك انا مبسوط علشان ما حدش يتقال ان عماد مفوت او لعيبه المقاولين مفوتين. حتى زي ما حضرتك تفضلت الجول الاولاني ضرب الجزاء واضحه ومع ذلك الحكم بيعمل بايديه كده، على الرغم ان الكابتن سمير عثمان كان طالع امبارح مع الكابتن اسلام بيقول لا ده الحكم كان هيصفر. لا الحكم كانش هيصفر، هي الكره لما اتشاطت لو مخرجنا العظيم يقدر يجيبها لنا اللي هي اللقطه اللي هي من ورا الفاول يا كابتن الفاول وهو بيتشاط اللقطه اللي هي من ورا باينه بيعمل ايديه كده يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجه لولا ان ربنا كرمنا ان علي معلول واقف صح. وعلي معلول بقى بيتعامل في الحته دي او الراجل ده عقليته زي الفيرود، زي ما انت حضرتك فيرود كده والاوفر بيتلعب، انت بتبقى واخد مكان تتوقع فيه، دي موهبه ربانيه بالظبط. مش مدرب دي حقيقه مش كده كابتن؟ دي حقيقة طبعا، دي موهبة. تبص تلاقي الكرة جاية لك، جاية لك ازاي؟ التواجد في مكان حسام حسن خبطت في واحدة وراح جاية لك حسام حسن، تحس انه قاعد مستني الكرة تجيله جول، دي موهبة وربنا كمان بيوفقك فيها. فهو برضه في الحتة دي ده راجل بيلعب فيروت يعني في الحتة دي، وتتلاقي بتشاط والراجل يحطها بالمهارة ديت. وعلي معلول برضه من ضمن الحاجات عمل السنة دي 4-5 أهداف مؤثرين، كل هدف منهم بثلاث نقاط دي حقيقة واحنا التركيز يا ميدو كمان يا كابتن عادل كان واضح قوي، يعني اعدادنا للمباراه مستر لاسارتي والجهاز الفني انهم متابعوا المقاولين في المباراه 5 مباريات شافها، ويمكن اخر مباراه بتاعت اللي احنا خسرناها
مع احمد علي، الهدف احمد علي، واضح ان لاسارتي اشتغل برضك باحترافيه على المباراه دي، وبان التحضير ده في خلال 90 دقيقه يا كابتن عادل. يعني واضح ان النادي الاهلي كان مركز جدا، الناس مطمنه، عندنا ثقه ان احنا هنكسب المقاولين العرب. المقاولين طبعا من الفرق اللي اخر 7 ماتشات مع عماد النحاس عامله شغل بصراحه على اعلى مستوى. عماد عامل فرقه ثلاث خطوط قريبين من بعض، بعض اللعيبه المميزه اللي ظهرت مع عماد بشكل كبير، الجراه الهجوميه اللي موجوده عندهم، الكونتر اتاك اللي بيعملوه، السرعات لويس واحمد علي كان ومحمد طلعت ومجلي من تحتيهم وسوستا، يعني لعيبه المقاولين العرب بصراحه اول مره اشوفهم في المباراه دي في تحدي واصرار بشكل كبير جدا زي ما الكابتن عادل قال، عشان يخرج الشكل العام للمباراه ان فعلا الناس مركزه والنادي الاهلي بيكسب بجداره ويكسب باستحقاق. 3 اهداف طبعا واخرهم يمكن الشحات اللي ظهر طبعا بحاله حسين الشحات، ما الكابتن عادل بيقول لعيب على اعلى مستوى ولعيب فعلا صفقه كبيره جدا للنادي الاهلي، مكسب كبير مع خبره معلول اللي احنا شفناه بيتابع بشكل جيد. ده يمكن الهدف الاولاني. وصالح كمان حاطط سلوب واسع يا كابتن، يعني انا عايز الجول ده لو زمير المخرج، احنا عايزين نقعد نتفرج على الجون دي كتير قوي. الجول الثاني استاذنه عامل سرو بس مش هاي معلم هاي استاذنه وهو بيلعب اللعيب. نشوف الجول الثاني لا الجول الثالث حضرتك اتكلمت عليه. نتكلم الجول الثاني والله نتكلم على الجول الثالث ولا الجول الثالث نتكلم على انهي جول؟ الجول الثاني عايز حضرتك تتكلم على ايه؟ عايز اتكلم الجول الثاني وبعدين الجول الثاني بعد اذنك يا برجاوي. اهو الجول الثاني اهو الجول الثاني طبعا رمضان من نص الملعب راح واخد الراجل البرازيلي عيشنا في الجول يا برجاوي لو سمحت اهو واحده واحده كده لا من الاول من الاول من الاول لو سمحت لو استكرمت اهو رمضان طبعا رمضان خد الراجل اللي كان واخد انذار اندرسون ده تمام ترقيصه كده جميله وراح واخده وراح داخل على العمق صالح المعلم صالح المعلم الكبير صراحة. صالح لعبها له. لو تلاحظ صالح لعبها على الرجل اليمين للشامي، ممكن جرجاوي توريها لنا؟ اللي هو المدافع المدافع الباك باك المولين بيحطها حسن بيحطها على الرجل اليمين للشامي باك الشامي اشول خلاص كده ما يقدرش يلمها وبالتالي طبعا يعني بيقول له انت مش هتقدر تعمل حاجه مش هتقدر تعمل حاجه ده جول يتدرس يعني انت بحطها له على الرجل اليمين بتاعه الشامي الشامي اشول وبالتالي هتبقى صعبه سلوب بس كمان في فكرته يا كابتن عادل صعبه لا انا لسه بس اقول لك ميدو المساحه دي المساحه مساحه ضيقه قوي يا كابتن يعني الاتقان بتاع التمرير لصالح صراحه في يا كابتن الراجل ده الراجل ده من احسن الباصات فوتبولر المعلم صالح احسن الناس اللي بتعمل تمريرات في مصر ده تخيل ده مش منتخب مصر لا ان شاء الله قادم يا كابتن ان شاء الله تخيل باذن الله باذن الله يعني صالح يعني زي ما ميدو قال يا كابتن عادل المسافه قليله قوي صغيره يعني بصراحه صغيره جدا لكن التمريره بالاتقان ده كابتن ماهر انت يعني هقول لك ايه القوه بتاعتها التمريره قوتها لا هي لا هي ضعيفه نص ولا هي قويه نص قوه رايحه له بيقول له يعني اللي جاب الجول مش حسين الشحات وخد بالك كابتن عادل اللي جاب الجول الشامي صالح. كمان الشامي صالح. الشامي واقف صح واقف صح واقف صح يعني واقف صح بس هو حطله على ايده على رجل يمين برافو عليك يا كابتن عادل لا طلع على وكمان يا كابتن عادل وحط له في حته اساسا انا عمري ما اتوقع ان انت تحطها كده بالزبط. يعني ده انا قافل عليك المساحه وطبعا حسين بجرأة طبعا حطها بشكل كبير جدا حلو قوي وبصوت خارج حسين برضه يا كابتن بص بص حسام عاشور الفرحه يا كابتن عادل هي دي اللي انا هي ده الكلام هو ده بالظبط هو ده اللي انا بتكلم عنه شوف الفرحه الراجل احتياط كابتن النادي الاهلي شوف الفرحه على وشه ازاي بص يا حسين انا لو انت فرحان بالجول بتاعك ده انا متهيألي انا فرحان اكتر منك ده والله العظيم الجول ده يدرس كمان كابتن فرحان اكتر صراحة. منك بان ربنا كرمك في اخر حاجه في الدوري انك تجيب هدف زي ده تكسب بيه النادي الاهلي الدوري العام وهدف رائع من احسن الاهداف الجرأه كابتن عادل اللي عنده الجرأه اللي عنده الشجاعه في الجول الثاني والمهاره ويعني والثقه يا كابتن الثقه ان هو يرقص في الحته دي يا كابتن حته صعبه قوي اهو ده الجول الثالث حته صعبه جدا ده الثاني الثاني ليه بص يا كابتن يعني حاجه وبعدين بطن رجله حطها في الحته البعيده ده من رجله يا كابتن أيوة شوف يا كابتن عايز اتكلم عايز اتكلم في نقطتين مش ممكن اتفضل عايز اتكلم في نقطتين النقطه الاولانيه اداره النادي
مع كابتن سيد عبد الحفيظ بتوفر معسكر في اسبانيا في الصحراء. جميل، انا كنت اسالك على المعسكر في الصحراء. حضرتك في حته حرقت السؤال. لا معلش، في حته ما فيهاش حاجه غير ان الاولاد قاعدين تالف تالف مع بعض غير طبيعي. جميل، صبح وظهر وبالليل كل وقت. ده مطلوب قوي يا كابتن. الحاجه الثانيه حسين الشحات اللي كان بيشكك فيه. حسين الشحات الراجل ده لعب في الدوري المصري في المقصه 3 سنوات، كان نجم النجوم الدوري العام وجاب اهداف في كل الانديه والانديه المنافسه. بالزبط. ثم راح العين لعب في بطوله الانديه الابطال كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه، وشفناه بيلعب قدام ريال مدريد وقدام الفريق الارجنتيني والاخر، وشفناه يعني واحد مقدم زي ما انا بقول دايما اوراق اعتماده. يعني انا لاعب ممتاز، لما نادي يجيبه النادي الاهلي يجيبه يبقى مش موفق لانه جاي من قمه، جاي لاعب ريال مدريد وانت جايبه من الامارات على الدوري المصري، لابد لازم يبقى فيه هناك صبر على اللاعب، لان انا ده مش لاعب نص نص، ده لاعب كامل. الجول الثالث بقى ما يعملوش الا ميسي، يعني انا طبعا ما بقارنوش بميسي ولا حاجه، لكن الراجل ده قلبه ميت وبعدين بيروح يمين وشمال لحد ما الراجل يفتح رجليه وبعدين ثبته. وبعدين يروح واخدها من بين رجليه وبعدين واخد القرار انه بعد ما ياخدها من بين رجليه هيروح عاملها واو في الزاويه البعيده. بالظبط، دي كلها ايه؟ عباره عن قرارات. بالظبط، جميل. يعني هو استلم الكوره خدها من بين رجليه ثم عاملها في البعيده، دي كلها قرارات اللاعب واخدها اصلا والكره جايه له. كابتن عادل تعمل عالمي، كابتن عادل تعمل لما اتكلم بقى فنيات الكوره. طبعا راجل مدرب عنده خبره، راجل مدرب وعنده خبره، واخد قرار في قرار في قرار، عارف انا هعمل 1 2 3 ما في فرق يا كابتن في ثانيه بين حضرتك وكابتن ميار وبين واحد عادي. الواحد العادي ده بيبقى واخد قرار ان هو هيرقص، الكره جات له الدنيا زحمه مش زحمه هيرقص وخلاص، ده بيبقى لاعب عادي، لاعب مش منتج. لكن ده هيرقص وهعمل وهعمل، انا هعمل واحد القرار 1 2 3 منها هدف. بالظبط، في لعيب تاني خلاص بيجي له واخد القرار ان هو هيرقص وخلاص، ده بيبقى نهايته بتبقى يعني يبقى لعيب عادي. بالزبط. دي اللعيبه الاضافه يا ميدو، يعني لمجلس اداره النادي الاهلي بحس كابتن محمود الخطيب قدرنا نضيفها الفتره المرحله الشتويه، هي دي الاضافات اللي بتعمل لنا الفارق بهذا الشكل بصراحه. ربنا ربنا كرمنا برضو حسين الشحات جاب هدف بالروعه دي عشان برضو يخرس كل الناس. هنغفر رمضان رمضان صبح ده امبارح عمل جيم كان خد ضرب امبارح، اتضرب كتير قوي يا كابتن محمود. الولد الشقي ده اتضرب كتير قوي اتأذى كتير قوي ومع ذلك يعني شوف المحطه ازاي ده مش منتخب مصر ازاي السلية يا كابتن، كمان السلية من وراهم الثبات اللي هو موجود عليه بصراحه، مش عايزين نحرقه. لا خلاص براحتك بقى. السلية كمان يا ميدو بصراحه نضج بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، وهو كان قبل كده في منتخب مصر، يعني العوده ان شاء الله الفتره الجايه. ياسر فتحي برضك من اللعيبه المؤثرين بشكل جيد، عنده كابتن الحاجات البينيه اللي بيعملها، تغيير الملعب من ناحيه دي من ناحيه دي زي اللعيبه الكبار، يعني حمدي فتحي لعيب كبير طبعا. لعيب كبير بصراحه كابتن، وبعدين التصويبات بيجيب تصويبات بشكل كبير، كمان عنده الجراه الهجوميه اللي بيروح بيلعب الحاجات اللي بدماغه اذا كانت الثابته او المتحركه. جاب لك كام هدف يا كابتن السنه دي بصراحه؟ يعني احكي لك على حمدي فتحي ده يا كابتن موقف كده. كنت انا في انبي، حضرتك عارف ان انبي يعني بيتي برضو، فكنت في انبي فكنت بتفرج على ماتش الانبي، كان الكابتن خالد متولي لسه متولي المسؤوليه الفنيه لنادي الانبي، فكان حمدي انا كنت اول مره اشوفه بقى في الملعب، وانا عارف انه لعيب كويس، لكن لما شفته في الملعب قلت للكابتن خالد قلت له حمدي ايه؟ انا كنت عارف بقى الاهلي هيجيبه خلاص، فقلت له ايه يا كابتن حمدي ماله؟ قال لي لا 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 لا، كابتن خالد بيتكلم كده. المستوى ده قال لي حمدي ده هتشوفه عندك في الاهلي عامل ازاي؟ قال لي حمدي ده لعيب كبير، وكابتن خالد بيتكلم كده لعيب كبير جدا هتشوفه. ففعلا حمدي لا مشروع لعيب كبير قوي زي ما حضراتكم بتتكلموا عليه، وربنا بس يحفظهم بس من الاصابات. لسه كمان محمد محمود نوعيته مش محمود حاجه جميله، ربنا نوعيته بالسلامه هادي قوي وراجل قوي وبعدين دخل بسرعه قوي. بالظبط، دخل في قلوب الاهلاويه من اول دقيقه. بالظبط، ده كابتن لسه حاجه اسمها القبول. بالزبط. ربنا بيطرح في وشك القبول في انت مجرد ما نزلت الملعب الجمهور حبك من غير ما تعمل حاجه، وشخصيته كابتن عادل هي اللي فرضه حاجه جميله فرضه. وبعدين بيلعب السهل يا كابتن زي ما حركت في كده السهل وتغيير الملعب جميل.
وبعدين القلب زي الحديد في الكور الثابته اللي صارت بيطلعه بيعمل بدماغه، جاب لنا 3-4 اهداف بدماغه من كور ثابته حاجه. وشوف بيبقى قافل قدام السردباكين ازاي الكره الميس باس بتاعه او نادرا لما تطلع من رجليه كره مقطوعه وعلى طول بيقطع في ثواني الكره حاجه اضافه ما فيش شك انها اضافه عاليه جدا. وبعدين كابتن ميدو كابتن عدلي عايزين نحيي بردك مجلس اداره على معسكر اسبانيا وتصميمهم ان يطلع في الفتره دي التوقف بتاع كاس الامم الافريقيه افادنا بشكل كبير جدا يا كابتن المعسكر ده قرب لاسارتي وجهاز الفني من اللاعبين بشكل كبير شاف اللعيبه وعرف شخصيتهم وعرف ادائهم و فالنهارده اول تجربه ليه بعد عودته كان مباراه التجريبيه اللي عملها 3 مباريات المتدرجه زي ما انت قلت يا كابتن عادل بدك ان بدايه فتره اعداد ميدو عشان تحميه من الاصابات ان شاء الله باذن الله الفتره دي هتحمي لعيبتنا من الاصابات اللي احنا شفناها العام الماضي. النقطه الثالثه قرب اللعيبه من بعض في معسكر مقفول بيقرب اللعيبه بشكل كبير حررتهم من الضغوط شويه طلعتهم حتى تحس ان هو بالظبط خلص ثقه. شوف انت لاسارتي ما خدش وقت عشان يشوف اللعيبه لدرجه ان هو من فتره قريبه كابتن ماهر قال ان هو في لعيبه كده مش عايزها وبتاع لما راح المعسكر قال لا اللعيبه دي ما تمشيش اتغير ليه لان هو كان كل 3 ايام بيلعب بالظبط بعد ما رجع من اسبانيا قال لك لا اللعيبه دي ما تمشيش تمشي ازاي؟ ليه شافهم بقى والتدريب وشاف ادائهم الفني وطبعا دي حاجات كلها بتفرق لانه اللعيب لما بيلاقي جو مناسب ويلاقي كلام طيب من المدير الفني اكيد احنا حسين الشحات شفناه في الماتش ده نتيجه تصريح من لاسارتي قال ان حسين الشحات هتشوفوه بشكل تاني اكيد ليه؟ لانه ابتدى يقتنع بيه يمكن في البدايه ما كانش يعني ما كانش لسه شافه كويس يعني تمام. طبعا دي بتبقى مهمه جدا يعني اكيد طب تعالوا نطمن على معسكر فريقنا في برج العرب معايا زميل العزيز فاروق صلاح. مساء الفل يا رؤى. مساء الفل يا كابتن ميدو وتحياتي لحضرتك ولنجوم النادي الاهلي ونجوم النادي الليله كابتن الكبير كابتن عبد الرحيم والكابتن ماهر همام. مبروك تتويج البطوله رقم 41 وبدايه طريق بدايه للوصول للنسبه 5 كابتن ميدو. باذن الله فاروق مبروك عليكم ومبروك على كل الجماهير الاهلاويه. طمنا بقى على المعسكر وقول لنا كل الكبيره والصغيره عشان اطمن كل الجماهير الاهلاويه. كابتن ميدو حضرتك واحد من اللاعبين اللي ارتدى قميص النادي الاهلي وعارف قيمه الفتره وقيمه الوقت اللي احنا موجودين فيه، طبعا بتطلع من البطوله بتدخل في البطوله الفرحه والفرحه الترويج بالبطوله بالامس انتهت طبعا بعد الانتهاء والفوز على نادي المقاولون العرب والترويج بالبطوله، خدنا الفرحه وخدنا الوقت لكن بدا مرحله التركيز والاستعداد من اليوم لمباراه الزمالك. كابتن سيد عبد الحفيظ قال طويلنا صفحه التتويج وبطوله الدوري بنركز في مباراه الزمالك لانها بطوله خاصه وبطوله جماهيريه والجماهير بتستناها. مستر مارتن لاسارتي ايضا الاستعداد النهارده طبعا المجموعه كابتن ميدو اللي لعبت بالامس كان عباره عن استشفاء وتمارين خفيفه في الجيم. المجموعه اللي ما شاركتش بالامس في اللقاء كان عن التدريب النهارده انطلق في تمام الساعه 6:30 والنصف. الابرز الامور اللي نقدر نقول عليها في التمرين النهارده للمجموعه اللي ما شاركتش في اللقاء الحاله المعنويه العاليه عند جميع اللاعبين الحاله البدنيه العاليه وده امر مهم جدا يا كابتن ميدو. انا عايز برضه من خلال حضرتك نبرز الناحيه البدنيه اللي عليها لعيب النادي الاهلي خاصه في فتره ما بين نهايه موسم وتبدا موسم جديد. الحاله البدنيه اللي عليها اللاعبين حاله الجاهزيه اللي عليها جميع اللاعبين الحاله الفنيه. التمرين انتهى بتقسيمه ما بين الفريقين تالق بشده في التقسيمه النهارده احمد فتحي وحسام عاشور وجونيور عجايه واحمد الشيخ يعني كل الامور كل الكواليس داخل المعسكر بتنبه باستعداد جاد استعداد لمباراه الزمالك. لعيبه جميعا من الجهاز الفني الجميع باجمع على من اجل اكمال فرحه الدوري لابد من انتصار نادي الزمالك. اكيد تاجيل اسماء كابتن ميدو برضه عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه تاجيل اسماء والكواليس اللي انا بكلم حضرتك فيه دلوقتي الجهاز الفني باللاعبين في حفل على المضمار البلدي يقام الان للفريق النادي الاهلي احتفالا بالتتويج احد المطاعم الشهيره قريبه من مقر اقامه البعثه استقبال يليق بالنادي الاهلي
حاله من البهجه عند الجميع، تكريم النادي الاهلي والفرح اللي احنا شايفينه من الجميع هنا في ميدو، يعني زي ما قلت لحضرتك امر يليق بالنادي الاهلي. اكيد اكيد. انا شايف كابتن محمد يوسف وطارق سليمان بيستعد بقوه، هيلعبوا ولا ايه؟ هيبقى لازاردي عامل لنا مفاجاه ولا ايه؟ كابتن محمد يوسف حضرتك شايف الصوره موجوده مع كابتن، انا شايفهم في الجيم عجل ومشيات واماميات وخلفيات، انا ايه؟ قول لي طمنا برضه عشان اطمن الناس. انت كابتن ميدو حضرتك عارف طبعا الحاله المعنويه والحاله النفسيه والحاله الجهازيه. كابتن محمد يوسف ايضا النهارده كان في بعض وجانب من المداعبات ما بينه وما بين مستر مارس لاسارتي والكابتن سامي قدام كابتن سيد عبد الحفيظ، فكر فيها ان شاء الله ان احنا الكابتن محمد يوسف ممكن نستعين فيه خلال الفتره القادمه باذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز فاروق صلاح، شكرا جدا مراسلنا في برج العرب، طمنا على الفريق وإن شاء الله يعني نطمنكم على الفريق أول بأول. خليهم شغالين، خلي التقرير شغال يا برجاوي. يعني إحنا شفنا، أصل أنا شفت كابتن طارق سليمان وكابتن محمد يوسف هم أكتر اتنين متحمسين قوي للعب. بيسخنوا، أنا خايف هتلاقي يوسف باك شمال وطارق سليمان واقف في الجول. أنا عارف ممكن طارق يلعب، وكابتن يوسف طبعا شايفه فورمة ما شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق في هذه المباراه الهامه جدا يوم الاحد باذن الله. زي ما فاروق صلاح قال، زميل عزيز قال ان الاهلي معزوم على العشاء، فرحه الناس اللي بيعزموا النادي الاهلي يا كابتن عادل، فرحتهم بالنادي الاهلي وهو داخل عليهم كده. طبعا النادي الاهلي مشرف في كل حته، وجماهير النادي الاهلي في كل محافظات مصر، وتشعر بالكلام ده لما النادي الاهلي يكون بيلعب في اي مكان. انا توليت تدريب عدد كبير من الفرق في الدوري الممتاز، وكنت لما باجي العب النادي الاهلي الاقي الجمهور بيشجع في النادي الاهلي. يعني انا كنت ماسك جمهوريه شبين في الدوري الممتاز، بدي المحاضره في المدرج، في تحت المدرج، فلقيت المدرج بيهتز، فبسال اللي هو شيحه بقول له ايه؟ قال لي ده اتوبيس الاهلي جه. يا جماعه مش كده. الاهلي طبعا، هو طبعا هو ده النادي الاهلي. وطبعا في كل محافظات مصر هتلاقي، في اسكندريه نفس القصه، في كل محافظات مصر. وطبعا النادي الاهلي بتاريخه العظيم كلنا نفخر بيه، ونفخر بادارته الحاليه وكل الناس العاملين فيه، من رئيس مجلس الاداره كابتن الخطيب لحد اصغر اي عامل موجود في النادي. زي ما كلنا بنقول دايما النادي الاهلي عيله. احنا كنا في رمضان واحنا ولاد صغيرين، نيجي في رمضان كل واحد فينا، الكابتن مصطفى حسين يقول لك ايه؟ انت هتجيب 2 كيلو لحمه وصينيه مكرونه، كابتن ماهر انت هتجيب فرختين وانت هتجيب كذا، نعمل ايه بقى؟ طول السنه العمال بيخدمونا، فاحنا نيجي في رمضان العمال كلها تقعد واحنا نجيب الاكل من بيوتنا ونقف نخدم عليهم. معنى كده ايه؟ معنى ان كلنا واحد. الله، ده النادي الاهلي بقى. جميل. دي العيله بقى. جميل قوي. احنا عمرنا والله الفتره القليله للاسف اللي انا قعدتها في النادي الاهلي هي فتره قليله، بس فتره كبيره قوي في حياتي، اتعلمت فيها حاجات كتير قوي يعني، وحبيت المكان حب شديد. عمري ما حسيت ان في فرق بين حد، مش عايز اسمي يعني، عمري ما حسيت ان في فرق بين حد على كل المستويات، كله بيتعامل ان احنا في مؤسسه النادي الاهلي زي ما الكابتن عادل بيقول. حتى الاعضاء يعني، مجلس اداره، جهاز فني، لاعبين، جمهور، اعضاء النادي بيلتف حوالين اللاعبين، بيطمنوا عليهم بالظبط، بحس ان روح واحده. النقطه كمان المهمه ميدو، النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك خلاص الفرحه انتهت بتاعت مكسبنا للبطوله. هو ده النادي الاهلي. نخش في الملف الثاني اللي هو مباراه القمه اللي بيننا وبين نادي الزمالك، ونبدا التركيز. يعني هو النادي الاهلي طول عمره بطل، طول عمره خلاص هو ده طريقه. فانت النهارده خلاص ملف البطوله اتقفل، بطوله الدوري العام، بتفكر في البطوله يعني البطوله الخاصه اللي بين قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك، لان خلاص الناس نسيت الدوري، كله دلوقتي بيفكر اذا كان زملكاوي اهلاوي عايز المباراه ديت، وكل واحد حسب تشجيعه لفريقه وعايز الفرقه بتاعته تكسب. لكن عايز اقول لك ان كابتن سيد عبد الحفيظ عنده من الخبرات ومن الوعي، وقفل على اللعيبه وجوده في المعسكر هناك، ان هو ما رجعش القاهره عشان يساعد على استشفاء للعيبه بسرعه، وزي ما احنا شايفين حتى معظم اللاعبين دخلوا الجيم
عشان يرجعوا لحالتهم الطبيعيه مره ثانيه. ومن خلال التدريبات باذن الله مستر لاسارت يقدر يختار الجهاز، يقدر يختار الفريق تمام اللي هيمثلنا ان شاء الله في مباراه القمه اللي بيننا وبين الزمالك ان شاء الله يوم الاحد باذن الله. دايما مكتوب علينا كده كابتن عادل ان احنا يعني دايما هنكسب، عايزين نكسب على طول. حتى انت واخد دوري عام ودوري استثنائي زي ما حضرتك كلمته الكابتن مالك كلم، دوري ملابساته ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي خالص، مش عارف ولا في تاريخ اي نادي ولا في تاريخ اي كون اساسا. ومع ذلك عندك مباراه عايز تكسبها برضو. الفريق الزمالك كل طبعا اماله ان هو يكسب النادي الاهلي، في حد ذاته دي بطوله. انت دوافعك ايه؟ نلعبهم على حاجه؟ لا شوف، انا ليا راي. اتفضل. النادي الاهلي متصدر على مستوى الدوري والكاس بنسب ما فيش حد هيوصل لها الا بعد 100 سنه. على مستوى افريقيا انت متصدر 9 بطولات، على مستوى العالم القارات كنت انت بتنافس الاهلي برشلونه وريال مدريد كنت بتنافسهم من سنتين ثلاثه، ولولا البطولتين او ثلاثه اللي راحوا في السنوات ثلاث اربع سنين تفوقنا عليهم، كنا بنبقى متفوقين عليهم. مباراه الاهلي والزمالك احنا خدنا الدوري الاستثنائي ده، احنا خدناه. الماتش اللي جاي لعيبه النادي الاهلي هتنزل علشان تلعب كوره وتمتع جمهور النادي الاهلي بالكوره. انت خدت دوري خلاص. نادي الزمالك مفروض يعوض جمهوره بانه يلعب كره حلوه فيها ثقه، ويحاول يثبت من خلال الكوره مش من خلال العصبيه. انا قلقان من الماتش ده يا كابتن عادل. انا قلقان من سيبك من الكوره، كنت قلقت ان الدوري لا 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 لا, 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 لا مش كوره ولا دوري ولا حاجه. قلقان ان يبقى في مثلا لعيبه النادي الاهلي بتقدر تحتوي، لو في مشاكل نقدر نحتوي الدنيا بحيث ان احنا نطلع الدوري. انت ممكن تلعب يا كابتن وانت متنرفز، ممكن تطلع اقصى ما عندك وانت عصبي وانت متنرفز. استحاله طبعا. اذا شفت لعيبه النادي الاهلي في حد امبارح اتنرفز خالص؟ طيب لعيبه النادي الزمالك في ماتش الجونه العصبيه دي ليه؟ كانت عصبيه زياده عن اللزوم، على الرغم ان كلهم نجوم ومعاهم اجهزه فنيه عاليه جدا ومعاهم اداره ومعاهم جماهير على اعلى مستوى. طب العصبيه دي بتخليكش تأدي الاداء الفني المطلوب. ماتش الاهلي والزمالك العالم العربي ومصر كلها بتتفرج عليه. اكيد. هناك احساس جوايا ان الاهلي هيكسب ان شاء الله باذن الله تعالى. ليه؟ لان هو الاهدى. اللعيبه عامله معسكر كويس. نجوم النادي الاهلي يا كابتن ماهر، كابتن ميدو، اللي كانوا قاعدين في المدرج. استغرب. اللي كانوا قاعدين في المدرج وقاعدين على الدكه هم نجوم الماتش اللي فات بتاع امبارح ده. فرقه تاني. بالظبط. شوف الروح. الروح اللي موجوده والناس بتعمل احماء. مين اللي بيعمل احماء؟ ده فتحي كابتن منتخب وعاشور ومروان وجونيور رجعي صالح جمعه. ايه في ايه؟ دول فرقه. ايه ده يا كابتن؟ فرقه تاني. انا مش قلقان من الكوره خالص. فرقه تاني. الروح دي طبعا ال 11 وال 13 اللي كانوا في الملعب طبعا حاجه جميله. حاجه جميله. بس النجوم بقى دول اللي كانوا قاعدين في المدرج واللي كانوا قاعدين في الدكه. انا بشكرك شكرا جزيلا للنادي الاهلي ونجم مصر كلها. ربنا يخليك يا كابتن. شاكرين والف مبروك. الف مبروك. مبروك عليك. كابتن ماهر بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي مبروك للنادي الاهلي ومجلس ادارته والجهاز الفني واللاعبين، وان شاء الله كمان نبارك لهم الماتش الجاي باذن الله. يا رب يا رب يا رب. مباراه القمه مش قلقان منها خالص فنيا، لكن لعيبه النادي الاهلي لازم يحطوا في دماغهم لو في اي حاجه يحتووها في الملعب بحيث ان احنا نطلع المباراه على احسن ما يكون. زي ما قالوا الكباتن الكبار، مباراه بيشوفها العالم العربي كله وواجهه لمصر كلها. ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. الف 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 مليون مبروك لاعظم جماهير في الكون واحسن نادي واعظم نادي في الكون كله. وان شاء الله ابارك لكم على الدوري ال 42 ونبارك لحسام عاشور على الدوري ال 13 ويبقى فيه بقى ايه ولا خلاص. نطلع لفاصل. قبل الفاصل هنشوف تقرير عن رد فعل الجمهور ورد فعلهم للعيبه كمان، واكيد بيباركوا لهم على الدوري العام. وبعد كده هنكون مع الزميل محمد سعيد. دايما بتشرف بيكم ومع الف سلامه. اعظم جمهور في الكون واعظم نادي في الكون، الف مبروك.
طبعا انا كنت متوقع ان الاهلي يفوز بالبطوله، وغير كده احنا دايما واخدين على ان احنا في اي وقت بنحسم اي بطوله بس، وغير كده الاهلي كبير طول عمره. طبعا النادي الاهلي معودنا عليه دايما ان هو بيحقق البطولات والانجازات تحت اي ظروف وتحت اي ضغوطات بتواجه النادي الاهلي، دايما معودنا على كده، فدايما ده يعني احنا طبعا واثقين في النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي بيكون تحت ثقه جمهوره، ودايما بيفرح جمهوره دايما في اي مكان وفي اي وقت ايا كانت الظروف. كنت متوقع طبعا الاهلي يفوز. على فكره بقى مفاجاه ان انا زملكاوي وعضو في النادي الاهلي قديم، ولكن من خبرات اللي قبل كده مع فرقة الزمالك ان الاهلي دايما ادارته كمنظومة بصراحة بتخلي اي لاعب يدخل المنظومة دي يعرف يعني ايه روح الفانيلا الحمراء، فعلى قدها بيدي، والنادي الاهلي كبير وصاحب بطولات، وهو ده اللي بيخلي اي واحد فيه بيعمل مجهود كبير، او حتى لو وقع شويه بيرجع تاني. ده يعتبر اصعب موسم بصراحه. في البدايات احنا كنا متوقعين ان يعني احنا ما فقدناش ابدا الامل في ربنا ثم في النادي الاهلي، بس كان صراحه كنا مستبعدين خالص السنه دي ان ممكن الدوري يبقى في الجزيره، بس يعني اصعب موسم واحسن موسم. ده موسم الكلام الكتير قوي، احنا لينا في النهايه الحمد لله مين اللي احتفل بالبطوله مش بالكلام، وانا احنا الاهلي في المنطقه الدافئه، لا الحمد لله زي ما الكابتن حسام عاشور قال كده، احنا الحمد لله احنا مش بالكلام، احنا بالاهداف وبالبطولات، والف الف مبروك للنادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي الحمد لله على الدوري. اكيد كنت واثق ان هم هيفوزوا، لان اصلا اللعيبه عندهم ثقه في نفسهم، وغير كده الجهاز الفني كان احنا كنا عندنا ثقه فيهم. واثق طبعا، لان زي برضه المره اللي فاتت السنه اللي فاتت الاسماعيلي قعدوا الاسماعيلي، بس كنت واثق برضه ان الاهلي هياخد الدوري، واخد الدوري السنه اللي فاتت واخد الدوري السنه دي. طبعا النادي الاهلي نادي كبير، وكنت واثقه في بطولته، لان طبعا هو نادي عظيم ونادي كبير جدا في مصر. طبعا كده كده الاهلي بياخد الدوري، الزمالك يعني ولا هياخده، اكيد الاهلي طبعا ولا هياخده، وطبعا كنا واثقين من لعيبتنا عشان لعيبتنا رجاله، بسم الله ما شاء الله يعني عليهم. كنت واثق ليه؟ عشان مبادئ وقيم النادي الاهلي، البطوله دي اغلى بطوله وانتصار للقيم والمبادئ، لانه اللي شفناه على مدار السنه اللي فاتت من شتايم وحاجات طبعا ما يصحش انه هي تطلع على الميديا، طبعا دي يبقى اغلى بطوله للنادي في تاريخ النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، الأهلي بطل للدوري للمرة 41. طول عمر النادي الأهلي في مشواره في المسابقة المحلية دايما بيدي أمثلة كتيرة جدا، وبيدي دروس مهمة جدا، تحديات صعبة، لكن في هذه التحديات الصعبة كانت هناك إدارة حكيمة، إدارة تعاملت مع ملفات كرة القدم على مدار موسم كامل بحكمة شديدة، في وقت كانت هناك خسائر وخروج إفريقي، لكن كان هناك قرارات متميزة ومواقف جيدة في هذه الفترة ساعدت الفريق على الخروج من هذه المحنة بفوزه ببطولة الدوري في نهاية هذا الموسم. ليس فقط الفوز ببطولة الدوري، لكن هناك تحديات أخرى في الفترة القادمة يهتم بها الجهاز الفني وقطاع الكورة من أجل البطولة الأغلى وهي البطولة الإفريقية. الأهلي ضرب الأمثلة بتفاصيل كتيرة وبأمثلة كتير، لكن أفضل شيء يتقال على الأهلي في المرحلة دي وفي التوقيت ده لما يذكر اسم النادي الأهلي في الجمعية العمومية للاتحاد المغربي لكرة القدم عن طريق رئيس الاتحاد المغربي متحدثة للأندية المغربية، كيف يستطيع النادي الأهلي من خلال ميزانياته وأرقامه واستعداداته على المستوى المحلي والإفريقي أن يصل إلى كل هذه الأرقام للتعاقد مع صفقات والفوز بالبطولات في ظل دون أي دعم من الاتحاد المحلي. كان هناك بالتأكيد اجتماعات في الاتحاد المغربي من أجل الأندية والاستعداد للموسم الجديد، لكن عندما يضرب المثل بالنادي الأهلي لكي تكون الأندية المغربية مثله في الفترة القادمة، ده شيء جاي في نفس توقيت فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري. هذه البطولة ممكن نكتب فيها مذكرات وممكن نكتب فيها مجلدات، لأن البطولة من أول يوم لغاية آخر لحظة حتى مباراة الحد القادم فيها قصص وتفاصيل لو اتكتبت هتبقى قصص موثقة على مدار 100 سنة. ممكن فوزت ب 40 ببطوله الدوري، لكن البطوله رقم 41 ليها خصوصيه وليها تفاصيل كتيره جدا. الفرحه، فرحه الفوز بالدوري اكيد موجوده، واللاعبين احتفلوا بالامس وجماهير النادي الاهلي ما زالت بتحتفل، لكن لسه عندنا جزئيه صغيره.
القمة، مباراة القمة إن شاء الله يوم الأحد، بطولة خاصة في استعداد خاص لدى الجهاز الفني واللاعبين. والنهاردة الجهاز الفني أكد في تصريحات خاصة إن هذه المباراة لها استعداد خاص جدا، والفرحة انتهت بالأمس لأن في فرحة كبرى إن شاء الله بعد مباراة القمة يوم الأحد القادم. ضيف وضيفكم في الفقرة الحوارية الأولى وبالتأكيد في هذا الجزء من برنامج الأهلي الليلة دكتور أحمد ثابت، هنلقي معاه الضوء على بعد هذه الفترة الطويلة الأرقام، الإحصائيات، أفضل اللاعبين، نتائج مارتن لاسارت مع النادي الأهلي. بالطبع عندك منافسة كمان مع الثاني وثالث الدوري، أكيد هناك نتائج وهناك أرقام هيكون معاه في هذه الفقرة. دكتور أحمد برحب بيك في البداية. برحب بيك حضرتك طبعا ومنور، وألف مبروك لجماهير النادي الأهلي على بطولة الدوري، وإن شاء الله كده تبقى فتحة خير علينا في أفريقيا وكأس مصر وبطولات كتير بإذن الله الفترة الجاية بإذن الله. يا رب بإذن الله. ليك مقدمة أو في أي مع كلمة؟ هي دي هي بطولة الدوري ديت، يعني الدوري ده أصعب دوري من وجهة نظري أنا عشرته أو في تاريخ النادي، يعني في تاريخ النادي تحديدا. ليه؟ الدوري دوت يعني لغى مقولات كتير قوي صراحة، يعني أولا مقولة مثلا النادي الأهلي بيكسب بالتحكيم، النادي الأهلي تعرض لظلم تحكيمي كبير جدا في الموسم ده، مقولة الأهلي نادي الدولة اللي كنا بنسمعها الموسم ده تحديدا نفى المقولة دي، مقولة النادي الأهلي بيكسب دايما عشان هو أغنى نادي في مصر، الناس صرفت مليارات مليارات المليارات وبنوا أندية وعملوا تحالف ويوي وفي الآخر برضو الأهلي هو اللي أخذ الدوري، فيعني كل حاجة بتأكد إن الأهلي فوق الجميع فعلا. ويعني في مقوله كده انا بحب دايما ان اقولها، يعني ايه الدوري المصري؟ يعني كله بيعيش الوهم او الحلم وفي الاخر النادي الاهلي هو اللي بياخد الدوري، ده ملخص الدوري المصري يعني. ودي اكبر حاجه جمهور الاهلي دايما مسلم بيها وعارف ان في النهايه في تحدي انك تفوز باللقب المحلي، وده بيبقى بدايه للبطوله الافريقيه في الفتره القادمه. طبعا بدايه، وطبعا كل الاحترام للانديه المنافسه، عملوا موسم كويس جدا يعني بيكتهد. طبعا بيجتهد، بيراميدز برده عملت حاله محترمه، نادي الزمالك عمل بدا الموسم بدايه كويسه جدا، ولكن من يناير وقع وده اللي هناكده بالارقام دلوقتي. يعني حتى لو شفنا المقارنه ما بين نتائج الاهلي، نبدا باول حاجه بقى في مقارنه بين نتائج الاهلي والزمالك وبيراميدز منذ تولي لاسارتي تدريب النادي الاهلي في شهر يناير الماضي. هنلاقي حاجه ان هو ده برضه تحسب للجهاز الفني بالكامل. يعني بصراحه وجود كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير للكوره فرق كبير جدا 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 مع الجهاز الفني ده تحديدا. كابتن سيد عرف ازاي لاعب نادي الزمالك بالتصريحات، ازاي ان انت في الفتره اللي النادي الاهلي فيها كان يعني واقع فنيا شويه، عرف ازاي يخرج المنافس عن تركيزه، خلى المنافس هو اللي يرد عليه، وبعد تماما الفرقه عن الناس بقى تتكلم على الكسور الفنيه الموجوده والمشاكل الفنيه. ده ذكاء من كابتن سيد وخبره كبيره جدا بصراحه، يحسب ليه او ليه دور مهم جدا في الحصول على لقب الدوري. وطبعا لاسارتي هنبص على نتائجه هنلاقي ان النادي الاهلي منذ تولي لاسارتي لعب 21 مباراه في الدوري، الزمالك لعب 18، بيراميدز لعب 19، النادي الاهلي الاكثر فوز 17 فوز، اتعادل 2، خسر 2 النادي الاهلي. الزمالك كسب كام ماتش بقى من شهر يناير؟ كسب 9 بس من 18، 50% نسبة النجاح. ده السبب الاساسي في خساره الدوري النادي الزمالك. انت بتتكلم في 18 ماتش كسب 9 بس، نص الماتشات من شهر يناير، يعني الكيرف بتاعك وقع. يبقى اذا الزمالك الكيرف بتاعهم وقع. نيجي لبيراميدز، بيراميدز كسبوا 11 ماتش برضه نسبه قليله من 19، وخسروا ماتش وتعادلوا 7. نسبه الفوز عند النادي الاهلي هي الاعلى، الارقام لا تكذب، 89%، النادي الزمالك 50%، نادي بيراميدز 57%. اهم نقطه هي كلمه فقد نقاط، ان النادي ده فقد كام نقطه من شهر يناير؟ النادي الاهلي اقل واحد فقد نقط، فقد 10 نقط بس، لانه فاز اكتر. فاز اكتر طبعا، وده اللي بياكد ان ليه الاهلي عمل العوده القويه دي. بنسميها في التاريخ دايما كده، لان احنا حتى قبل المباراه بيوم وبعد المباراه بنتكلم عن ريمونتادا الاهلي في بطوله الدوري. كيف استطاع النادي الاهلي ان هو ياتي من المؤخره سواء بتغييرات فنيه او تغييرات في صفوف الفريق ويقدر يفوز بعدد من المباريات عشان يتخطى المتصدر ويختم المسابقه قبل ما تنتهي باسبوع او اثنين او ثلاثه؟ طبعا يعني احنا لو بصينا هنلاقي ان النادي الزمالك فقد كام نقطه بقى؟ 20 نقطه، يعني النادي الزمالك فقد ضعف ما فقده النادي الاهلي، فرق 10 نقاط، ده السبب الاساسي في حصول النادي الاهلي على الدوري. نادي بيراميدز فقد 17 نقطه. نيجي بقى لاقوى خط هجوم، النادي الاهلي برده 37 هدف، طبعا نادي بيراميدز 36، نادي الزمالك 32 هدف، ولكن المعدل الاحراز الاهداف في المباراه الواحده نادي بيراميدز اعلى 1.8. استقبل اهداف النادي الاهلي برضو، السر في الحصول على لقب الدوري هو قوه خط دفاعه. النادي الاهلي اقل استقبال اهداف 11 هدف بس، مقابل الزمالك استقبل 20 هدف بس. الاهلي استقبل اهداف 11 من يناير، من يناير، ونادي الزمالك 20 هدف من يناير برضو، وبيراميدز 18.
هنيجي نبص نلاقي الشباك النظيفة عند نادي الزمالك كام؟ 4 بس. يعني الزمالك خرج بكلين شيت 4 مباريات من 18 مباراة. يعني ده بيأكد ان دفاع الزمالك وحارس مرماه كانوا عندهم مشاكل دفاعية كبيرة جدا، وده أثر على النتائج، وده أثرت على النتائج. على عكس النادي الأهلي 11 أهداف بس استقبلت الأهداف و11 كلين شيت. نادي بيراميدز استقبلوا 18 هدف نسبة كبيرة برضو و7 كلين شيت. فالنادي الأهلي هو الأقوى دفاعيا، هو الأقوى هجوميا، هو الأقل فقد للنقاط، هو الأكثر فوز، هو يعني هو الأقوى هجوم، هو الأقوى دفاع، هو الأقوى في الأقل في استقبال الأهداف، الأقوى في الشباك النظيفة. إذن الأرقام كلها بتأكد إزاي النادي الأهلي عمل ريمونتادا في الحصول على الدوري بعد ما كان في المركز طيب. قبل الأخير في شهر في آخر السنة. هي في نقطة بس، الأهلي لعب 21 مع لاسارتي، فاز 17، اتعادل 2، خسر 2، كده المجموع 21 مظبوط كده؟ تمام. نفس الامر بس. طب اسالك على حاجه، ليه عدد المباريات هل لاسارتي كده يعتبر خد تولى المسؤوليه مع النادي الاهلي قبل نهايه الدور الاول؟ قبل لا لاسارتي قبل نهايه الدور الاول. لاسارتي اول مباراه لي كانت يوم 4 يناير 2019 قدام نادي بيراميدز، فالنادي الاهلي طبعا كان متاجل له مباريات اكتر. يعني بمعنى صح انا عايز اقول ان هو مش من يناير فلعب الدور الثاني بس، عشان الناس تبقى عارفه. لا، من يناير، من يناير بعدد المباريات، عدد المباريات منذ توليه المهمه. مزبوط. اول مباراه لاسارتي من يوم 4 يناير، يعني منذ شهر يناير الارقام، شهر يناير من اول ما لاسارتي مسك من 4 يناير بالظبط، عشان بس اكد على المشاهد اللي ممكن يعتقد كلمه يناير دي بدايه الدور الثاني. لا مش بدايه الدور الثاني، من اول يوم 4 يناير. طبعا. لان احنا عارفين ان هنا الدوري كان بتاعنا كان متلخبط، كان داخل دور اول على دور ثاني على ومش عارفين كان هينتهي امتى. فطبعا احنا حاسبين من اول 4 يناير، من اول ما لاسارتي اول مباراه لاسارتي. انت عارف كان بالظبط بقى متوقع حوالي اسبوع 10 ايام يبقى بالظبط بنلعب سنه ميلاديه كامله في الدوري العام. ده العادي بتاع سنه كامله، بس ان شاء الله السنه الجايه تبقى احسن في حكايه الجدول. خلاص الاجنده الافريقيه محطوطه ومعروفه، ومباريات المنتخب معروفه، فالظروف افضل طبعا. تمام. طيب الارقام دي بتدي مدلول حاجه مهمه جدا، انك طالما دفاعك قوي وحارس مرماك متميز حتى لو بتكسب 1-0 او 2-0، لكن في النهايه بتوصل للهدف اللي انت عايزه. الدفاع خير وسيله للهجوم، يعني الدفاع هو الاهم حاليا. الدفاع ان انت تدافع بشكل كويس اهم كمان من ان انت تهاجم. يعني النادي الاهلي النهارده هو الاقوى خط دفاع في الفرق بفرق شاسع عن باقي الفرق. ده السر، وعلى فكره برضو ده السر في الدوريات اللي فاتت كلها. النادي الاهلي دايما دفاعه اقوى عدا اللي هو الدوري اللي كنا كان فيه كابتن حسام البدري، ده كنا اقوى هجوم، حتى ما كناش اقوى هجوم كان المقص اقوى مننا كمان، كان افضل بكم كذا هدف. فدايما النادي الاهلي هو الاقوى دفاع. في سنة المقصة ديت كان المقصة هو الأقوى هجوم، وإحنا كنا تاني أقوى خط هجوم. إذن دايما خط الدفاع الحصين هو اللي بيساعد الفريق البطل إن هو ياخد لقب الدوري. تمام. دي أول إحصائية معاك، نتائج الأهلي والزمالك وبيراميدز. مين أفضل لاعب السنة دي في الدوري العام كله مش في الأهلي بس؟ في الدوري طبعا علي معلول، كله علي معلول بالتأكيد أفضل لاعب في سواء أهلي زمالك بيراميدز كل الفرق. علي معلول ليه؟ علي معلول عنده شخصية، مش مجرد باك ليفت اللي هو يجي ويعمل عرضية، لا عنده شخصية. لعيب تحس ان هو فيه شخصية النادي الاهلي. شال مباريات كتير جدا، غيابه كان بيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي لما بيغيب في بعض المباريات. الارقام بقى لما نشوفها هنلاقي ارقام قوية جدا جدا جدا. اولا علي معلول لعب السنة دي في الدوري 25 مشاركة. تمام. هداف الفرقة جايب 7 اهداف. تمام. اكثر من صنع اهداف 7 اهداف. اكثر من صنع فرص 37 فرصة. أكثر من أرسل كرات عرضية كم عرضية؟ 216 عرضية لعلي معلول في الدوري المصري بمعدل 8.6، يعني أكثر من 8 عرضيات في الماتش الواحد لعلي معلول. طيب. ده السلاح الفتاك للنادي الأهلي هذا المعدل المصري. معدل الإتقان بقى العرضيات ديت 25% ونص، على فكرة رقم كويس، 25.5 25 بالنسبة للعرضية على المواسم اللي فاتت مش وحش، لأن في باكات تاني بتوصل 15 و16 و20، أكتر من 20 أعرف إن هي نسبة كويس. يعني أنت عامل 216 عرضية، لو أتقنت في 50 أو 40 عرضية ده يعتبر رقم متميز. طبعًا. لأن أنت بتتكلم في 216 عرضية رقم كبير جدًا، المهم إن اللعيب بيوصل وبيعمل عرضية، ده سلاح فتاك للنادي الأهلي. طب هل مقياس العرضيات هنا عندك يا أحمد؟ من اول ما يوصل ل 18 ولا ممكن كل حاجه عرضيات؟ يعني ايه كلمه العرضيات؟ عشان نشرحها للناس. اول حاجه ممكن اللاعب يوصل لاخر الخط ويعمل العرضيه، ممكن اللاعب ما يوصلش لاخر الخط، ممكن ضربه ثابته، ممكن ضربه ركنيه، لان علي معلول اصلا متخصص لاعب الضربات الثابته والضربات الركنيه في النادي الاهلي. مظبوط. فده هو بيديك كام عرضيه في الماتش الواحد؟ اكتر من 8 عرضيات. 8 عرضيات رقم كبير جدا، وبتتكلم في باك شمال هو اكتر من صنع فرص في الفرقه، يعني ده صانع العاب مش باك شمال، واكتر من صنع اهداف، واكتر من سجل. يعني انت بتتكلم في كل الارقام، هو اكثر 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 من سجل، واكثر من صنع اهداف، واكثر من صنع فرص، واكثر من ارسل عرضيات، كمان من اكثر اللعيبه عامله محاولات على المرمى في الفرقه. هو مش الاول ولكن هو من الاكثر، عامل 35 محاوله بنسبه نجاح معديه النص.
54%. لا وفي نقطه كمان مهمه، هو اللي افتتح التسجيل امبارح. ما هو بتحرك. هو ربنا كرمه وتوج مجهوده طول الموسم وتعبه بتحرك. بهدف بهدف في مباراه الحسم عشان دايما نفضل فاكرينه. لا والفولو اللي بيعمله، انت بتتكلم في فولو المفروض ده باك ليفت مش راس حربه. لا الفولو اللي بيعمله لعيب عنده احساس بالمكان واحساس بالمنطقه اللي هو فيها. هو قلب على جناح يعني، هو مش مظهر، هو قلب على جناح. علي معلول قدرات هجوميه رهيبه. تعرف لولا غياب معلول مع المنتخب التونسي كان يوسف المساكني بقى شأن تاني في البطوله. كان فرق فرق جدا. وعلى فكره برضو من سر تالق علي معلول رمضان صبحي. رمضان صبحي ده الجناح اللي عايز اكلمك عليه بالظبط. رمضان صبحي لما بيلعب قدام علي معلول بيعملوا جبهه قويه جدا جدا جدا. بيفرق معاه جدا، لان رمضان اصلا من اكتر اللعيبه اللي بتلمس كره في الملعب. فانت بتتكلم ان برضو علي معلول قطع الكره 205 مره، رقم كبير جدا، من اكتر اللعيبه اللي بتبني الهجمه من تحت 203 تمام بنسبه نجاح 58%. يعني علي معلول بيبني الهجمه، بيصنع فرص، بيسجل اهداف. باك شمال هو يستحق لاعب الموسم. جاب كمان اهداف حاسمه في توقيتات حاسمه، ماتش الاتحاد، ماتش الجيش، ماتش بتاع امبارح بتاع الحسم، هو اللي فتح التسجيل. وبالتالي علي معلول بصراحه يستحق التحيه. ومسته كمان ان هو بيحب النادي الاهلي قوي. يعني انت بتاخد من اللعيب اللي انت عايزه لما تلاقيه بيحب النادي قوي، بالذات المحترف. ده حقيقي. عايز اقول لك كمان مشاركته في البطوله الافريقيه السنه دي مع الاهلي في البطوله لغايه دور الثمانيه من اللعيبه اللي كان لهم تاثير ايجابي مع الفريق. مؤثر جدا فعلا. كان مسجل تقريبا هدفين وصنع هدفين. وكانت من اخطر اللعيبه اللي عملت اسيست في دوري ابطال افريقيا. وهو دايما علي معلول علي معلول واحمد فتحي في كل الاحصائيات بتاعتهم في دوري ابطال افريقيا هم من اكتر اللعيبه ارسالا العرضيات. دايما النادي الاهلي قوته في دوري ابطال افريقيا تحديدا الباكات. كان احمد فتحي وعلي معلول، ودخل معاهم طبعا محمد هاني. طيب نسبه دقه التمريرات الطوليه، التمريرات الطوليه بمعنى ايه؟ يعني بيحضر الهجمه من تحت. تمام. زي مثلا ايمن اشرف لما بيجي يبني الهجمه، علي معلول بيبظيها له، فايمن علي معلول يبدا يحضر الهجمه من تحت. مش تشتيت. دي برده مش تشتيت. لا تمرير طولي، يعني انت بتلعب لرمضان، تلعب لازارو، تلعب لصالح جمعه قدام. دي حاجه مهمه جدا، بتاكد ان اللعيب ده محور بناء الهجمه من تحت. يعني انت لما تيجي تدرس الارقام تقول ان لعيب عامل 203 تمرير طولي، اذا لو انا مثلا بلاعب النادي الاهلي لازم اضغط عليه علي معلول من فوق. ليه؟ لان هو بيحضر الهجمه كتير من تحت. دي نفس القصه اللي كانت موجوده في المنتخب السنغالي لما مع كولوبالي بالظبط في المباراه النهائيه. ما كانش في حد في منتخب السنغال بيبدا يبني الهجمه من تحت، وده اثر على الاداء في نص الملعب والهجوم في المباراه بالظبط. لان في بعض المدربين، يعني زي مثلا كابتن عماد النحاس، من الناس اللي هي بتضغط على الباكات، دايما بيلعب الطرف والطرف ويضغط على الباكات. فانت لازم مثلا لو مدرب تاني عامل ضغط عالي على المساكين، لما تيجي تبني هتبني عند مين؟ هتبني عند علي معلول اللي صحيح. مش ممسوك. وبالتالي ان يكون عندك لعيب بيبني الهجمه من تحت، اهم حاجه كمان الشخصيه، شخصيه علي معلول عنده روح وعزيمه واصرار رهيب. لا كابتن منتخب تونس وخبرات يعني طويله قائد. دي حاجه مهمه جدا. اللعيب اللي بيشيلك في الوقت الصعب ده فكرني ببعض الاوقات بصراحه ببعض اهداف ابو تريكه في المباريات الدوري. ما انسلوش ابدا جول الاتحاد وجون الجيش والجون بتاع امبارح. دي مباريات حاسمه، لعيب عنده شخصيه. بتتكلم على الجزء الهجومي. طب الناس ناسي حاجه مهمه جدا في اداء علي معلول الدفاعي. هل تتذكر مباراته امام منتخب مصر في استاد رادس لما كان نبيل معلول هو المدير الفني الوحيد اللي قدر يقفل جبهه محمد صلاح؟ ده الماتش اللي قبل ما نجيبه ولا الماتش اللي هو في التصفيات؟ لا كان موجود، ده كان موجود مع النادي الاهلي. علي معلول بقاله 3 سنين في الاهلي في التصفيات. ففي التصفيات كان بقاله سنه في الاهلي. ولعب المباراه دي، كان ساعتها كوبر مع منتخب مصر، وكان نبيل معلول هو اللي بيقود منتخب تونس. عمل جبهه دفاعيه على محمد صلاح كانت غير طبيعيه، وكان من الاسباب هو على فكره مش شرط يكون الباك ان انت تكون طالب منه 100% هجوم و100% دفاع، مش شرط. بس هو بيتميز بالجزئين. هو بيتميز بالاثنين، بس هو 100% هجوم، تاخد منه هجوم. يعني لأي مدرب عنده علي معلول ده ما ينفعش يقعده احتياط. لعيب بيعمل لي 8 عرضيات في الماتش الواحد وصنع فرص وصنع اهداف، حتى لو هو ثغره دفاعيه، هو صنع الالعاب بتاع الفرقه. انا مش عارف بالارقام دي ازاي ما كانش موجود في كاس الامم بصراحه. حاجه كانت غريبه، حاجه كانت غريبه. ما ده كان لغز. طيب. يعني ده كان لغز وكلنا اتكلمنا عليه. طيب بعد علي معلول عندنا لعيب ليه مواصفات خاصه، اهلاوي. يعني الموسم ده بالكامل يا احمد شاف صعوبات كتيره جدا طبعاً. لكن صبر واستحمل، والجهاز الفني تعامل معاه بامر نفسي. في جلسات للكابتن سعد عبد الحفيظ، وفي جلسات لمارتن لازار تحديدا في معسكر اسبانيا. فاكر حضرتك لما كنا بنحلل فتره الاعداد بالظبط، قلت لي كنت مع حضرتك قلت لك حسين الشحات هتاخد منه الفتره الجايه. ليه؟ لان الضغط اتشال من عليه. في لعيبه كده عليه ضغط بقى ان الاعلام وجايب مبلغ كبير ومش عارف اللي هو الكلام ده، حطوا عليه ضغط، سلطوا عليه. ما برضو الاعلام المضاد
بينجح في بعض الاوقات ان هو يسلط لك الضغط على لعيب زي اللي انت جايبه حسين الشحات، سلط عليه لما بدات الاضواء تبعد عنه ودخلنا بقى في ميركاتو جديد وصفقات جديده وكلام جديد ودوري وكده، هو بدا بقى خلاص الاضواء بعدت عنه، بدا ان هو يركز، بدا يستفيد بمعسكر الاعداد في اسبانيا. دي حاجه مهمه جدا، وجاب ساعتها كنا حللنا ارقامه، جاب تقريبا هدفين وصنع هدف في معسكر اسبانيا، وكان بيكمل في كان بيكمل في ال18 وبيزيد. فبدا يظهر، وبدا كمان امبارح يعني هو اكتر ماتش من ساعه وقدوم بحات للنادي الاهلي عامل فيه محاولات على المرمى، عامل 5 محاولات في مباراه امبارح بس، في مباراه امبارح بس اكتر ماتش من ساعه لما انضمام حسين الشحات للنادي الاهلي. تمام، فده بياكد مستوى التطور. اكتر ماتش كمان عامل فيه مراوغات ناجحه، هو لعيب مهاري، لعيب لمسته حلوه قوي للكوره، عاشق قوي للنادي الاهلي، بيسجل اهداف، لعيب مميز يعني. كمان حسين الشحات جوكر يعني، حتى لو انت مثلا في الجناح، لو انت عندك مثلا لو جبت جناح اي جناح مثلا جديد وضفته مع جرالدو مع احمد الشيخ مع وليد سليمان، تقدر ان انت تحط احمد الشيخ حسين الشحات كباك يمين في بعض الاوقات في افريقيا، لا باك رايت، اه لا باك رايت، تحطه كباك يمين، تحطه كارتكاز ثالث، ما هو بيلعب ارتكاز ثالث احيانا يعني. انا يعني لو كمدرب مثلا حسين الشحات عندك مثلا تحطه جنبك ده بثلاث لعيبه بثلاث مراكز، بدل ما تعمل تغيير خارجي لا تعمل تغيير جوه الملعب. ده اللعيبه دي نوعيه مهمه جدا، نوعيه الجوكر دي، صح، دي نوعيه مهمه. انا لو حتى لو حط احتياطي واتزنقت مثلا احمد فتحي لا قدر الله اتصاب انزله، كذلك مثلا حبيت ان انا العب امن ارتكاز ثالث ادخله، ايه المشكله؟ حسين الشحات لعيب جوكر. لو بصينا كمان على ارقامه ولا ارقامه كويسه، يمكن هو لعب 16 مشاركه مع النادي الاهلي ب 1098 دقيقه، تمام، جاب كام جون؟ 4 اهداف وصنع هدف يعني، مساهم هدفين امبارح، مساهم في 5 اهداف، صنع كام فرصه؟ 14 فرصه. نركز في كلمه صنع فرص دي دايما، لان الناس ما بتركزش فيها، اللي هي حته صناعه الفرص مهم جدا، مهم جدا. هو مسته في العرضيات يعني، لو بصينا على رقم العرضيات هنلاقي عامل اكتر رقم عنده 45 عرضيه. حسين الشحات من نوعيه اللي هو ايه، الظهير القريب من الباك اللي هو على الطرف بيرقص ويعمل العرضيه، دي نوعيته، عكس رمضان صبحي. رمضان صبحي تلاقي عنده معدل المراوغات الناجحه كتير اكتر والقطع للعمق اكتر. ليه؟ لانه لعيب مهاري عايز يجيب فاول، عايز يخش. طبعا حسين الشحات مهاري، ولكن حسين بيمتاز بان هو عايز يرقص ويعمل العرضيه. عشان كده تلاقي رقمين، فلو بصينا على احصائيات حسين الشحات مع النادي الاهلي هنلاقي رقمين مميزين. معدل العرضيات كبير، ليه؟ لان دي نوعيته اللي هو عايز يرقص ويعمل العرضيه. الرقم الثاني صناعه الفرص كبيره. الرقم الثالث برضو المراوغات الناجحه 25 كبير كويس. المحاولات على المرمى 17 محاولة في 16 يعني حوالي محاولة كل مباراة. برضو ده حسين محتاج يطورها الفترة الجاية، واحنا شفناها ان احنا طورها في ماتش امبارح، ان هو عمل 5 محاولات. لما بدأ يزيد فترة الاعداد وبدأ يتخلص من الضغوط بدأت محاولاته على المرمى تزيد، ده المهم. بنسبة دقة كاب 41%، تمام. حصل على 16 خطأ، بيمتلك دور دفاعي مميز زي ما قلت لحضرتك، انت ممكن تلعبه باك يمين، تلعبه ارتكاز ثالث، قطع الكرة 48 مرة وفقد الكرة 37 مرة. اذا حسين الشحات جاي وخلاص تحرر من الضغوط، وتدريجيا كده في صفقه مش شرط ان هي اول ما تيجي تجيب لك 100 جون، لا، بالعقل بالهدوء لازم نصبر دايما على بعض الصفقات بتحتاج انسجام. لا، والتعامل كمان معانا هنا في مصر بيبقى يختلف عن الكره في اوروبا يعني، دايما في اوروبا بيبقى في تعامل مع اللعيب الجديد، ولو ما فيش اي انسجام في البدايه ما بيبقاش فيه هجوم عليه، لكن عكس في مصر طبعا انت عارف بتبقى القصه مختلفه بقى، بتبقى ليها انتماءات ضغوطات وجبهات وازاي تجيب بالزبط. حسين الشحات بالمبلغ ده لغايه بقى في زي دلوقتي يجيب بنفس المبلغ واكتر بس ما حدش خد باله. في طيب. في ناس كتير، في خالد بوطيب، لا من غير اسامي، من غير اسامي. طيب نخش على الجزئيه الثانيه. عندنا كمان لعيب مهم جدا في خط وسط ملعب النادي الاهلي، عدد مشاركاته السنه دي ما كانش كتير، بس لما بيلعب بتحس بقيمته، بتحس ان هو اسطى في وسط الملعب. ده كاسحه الالغام، ده دايما بطلق عليه اول ما اتفرج، كاسحه الالغام بتاعه وسط الملعب. تمام، لعيب مميز جدا جدا بحاجتين، كذا حاجه بصراحه، بس هو نادر ان انت تلاقي لعيب معدل قطع الكرات بتاعه عالي، او لعيب فايتر زي حمدي فتحي كده، معدل التاكلينج بتاعه واستخلاص الكوره والالتحامات والحاجات دي قويه جدا، وفي نفس الوقت ما بيطلعش باص من رجله غلط في التمرير الطولي، زي ما شفنا امبارح التمرير الطولي بتاعه اللي لعبه لحسين الشحات بالمسطره. لو بصينا على ارقامه هنلاقي ارقامه قويه جدا، مكسب كبير جدا جدا جدا، وعلى فكره ليه دور في تطور عمرو السوليه، وهيعمل منافسه قويه وجود حمدي فتحي مع اليو ديانج كمان هينضم معاهم، هيبقى خط وسط ناري. انت عندك حمدي فتحي مع كريم نيدفيد مع محمد محمود مع حسام عاشور، الناس دي كلها انت عندك خط وسط قوي جدا. بالظبط، حمدي فتحي لعب 12 مشاركه منذ قدومه للنادي الاهلي، واحد من افضل الصفقات اللي جابها النادي الاهلي، وحظه سيء 12 لان تعرض في بعض الاوقات لاصابات للاسف بعد فترات. بالظبط، فهو لعب 859 دقيقه يعني ما كملش كمان 1000 دقيقه، جاب جونين، بيسجل اهداف رغم ان هو لعيب قطع كرات، بيسجل اهداف وبيصنع فرص، صنع 4 فرص. نيجي بقى نركز على الرقم اللي عايزين نركز عليه اللي هو ايه، قطع الكرات. قطع الكره كام مره؟ 157 مره في 12 ماتش،
157 مره في 12 ماتش. يعني حمدي فتحي بيقطع الكره كام في الماتش الواحد؟ 16 ونص مره. اكتر من 16 مره. ده ماكينه قطع كرات بسم الله ما شاء الله في وسط الملعب. الله بقى لما يكون عندك هو أليو ديانج وانت كسبان وعايز تختم المباراه من غير ما يخش فيك هدف. اه طبعا محدش هيعدي ده طبعا. دي مهمه جدا ان شاء الله. النقطه بقى اللي بعد كده المهمه، التمريرات الطوليه. تمام. بعامل كام تمريره طوليه؟ 39 تمريره طوليه بنسبه نجاح قد ايه؟ 61.5. رقم كويس جدا. التمريرات الطوليه اللي هي بتعدي الثلاث خطوط. تمام. نيجي نبص على التمريرات القصيره الصحيحه. عامل 427 تمريره قصيره صح. تمام. عامل كام تمريره خطا؟ 25 تمريره خطا. 25 بس تمريره خطا. ده رقم مميز جدا. ده ليه؟ ان هو ما بيطلعش باص كتير غلط. نسبه دقه تمريراته القصيره واصله ل 94.5. حصل على 19 خطا وليه 14 محاوله. اذا الارقام بتاكد ان النادي الاهلي كسب لعيب وسط نموذجي على المستوى الدفاعي في قطع الكرات وفي الفوز بالالتحامات وكسب الكره الثانيه، مهم جدا. وفي نفس الوقت بيحضر الهجمه وبيديك تمرير طولي. تمام. كمان التمريرات القصيره بتاعته قليله، يعني ما بيطلعش تمريرات خطا كتير، كمان بيزيد وبيجيب اهداف وبيصنع فرص. اذا حمدي فتحي مكسب كبير جدا 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 للنادي الاهلي، ونتمنى ان هو يكمل على المستوى ده ان شاء الله، وخاصه كمان في دوري ابطال افريقيا. طيب اخيرا وليس اخيرا، صالح جمعه. تمام. معلم وسط الملعب منذ عودته للمشاركه يوم 24 يناير 2019. بعد فتره كان بعيد فيها لفترات طويله، كان غاب، هو ما حضرش اول الموسم، لكن وبعد كان كده في تحدي وعمل نتائج متميزه في الفتره اللي لعب فيها الاخر 6 شهور. طبعا صالح جمعه المايسترو بتاع الفرقه، هو صاحب اللي بيظبط دايما الايقاع بتاع الفرقه، بيديك التمرير الطولي. هبص كده هنركز شويه على شويه على شويه ارقام كده معينه. يعني هو لعب كام ماتش؟ 12 مشاركه. تمام. منهم 7 اساسي بس وخمسه بديل. تمام. ب 618 دقيقه جاب كام جون؟ 2 هدف و3 اسيست. نسبه كويسه قوي، يعني مساهم في 5 اهداف ولعب 7 ماتشات اساسي بس. صنع 15 فرصه، رقم كويس جدا. أكيد. كل ماتش بيلعبه بيصنع اكتر من فرصتين. وامبارح عمل ثرو التمرير الطولي ممتاز. ما هو مميز بقى في الحته دي. صالح جمعه اكتر لعيب في مصر بيعمل تمريرات طوليه في الملعب، عامل 83 تمريره طوليه. يعني في الماتش الواحد بيديك كام؟ ده الرقم المميز بتاع صالح. لعيب عنده الرؤيه، بيعمل 12 تمرير طولي كل 90 دقيقه بيلعبها. تمام. 12 تمرير طولي، ده لعيب عنده الرؤيه مميزه قوي. طبعا لعيب حريف، بيوصل ل 14 مراوغه ناجحه. العرضيات بتاعته 57 عرضيه، حصل على 17 خطا. فصالح انا بحب جدا 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 لعبه للامانه، وبيلعيب بيمتعك، تحب تشوفه في الملعب، بيربط الخطوط بشكل مميز قوي، بيديك تمريرات طوليه، بيروح يكمل على الجون، كورته حلوه، ولاعيب مهاري وبصراحه لعيب مهاري قوي، يعني تحب تتفرج عليه. اكيد مكسب كبير قوي يعني ان شاء الله. والفائده كمان الفتره الجايه ان شاء الله مع مجموعه صفقات جديده، تجديد اعاره رمضان مع كمان أليو ديانج، وان شاء الله الفتره الجايه بعد نهايه الموسم في كلام على القائمه الافريقيه. نخلص بس ماتش الزمالك واللي جاي احسن ان شاء الله يا رب باذن الله بالنسبه للفرقه ومع جمهور النادي الاهلي. انتظروا القادم، لان التارجت اللي جاي لقطاع الكره بطوله افريقيا، يعني بطوله افريقيا الفتره الجايه ان شاء الله هيكون لنا هدف كبير عليها، لان خلاص الوقت ضيق وهتنطلق يوم 10/8. فالفتره الجايه ان شاء الله تكون احسن واحسن باذن الله. دكتور احمد ثابت، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. والف الف مليون مبروك على بطوله الدوري. شكرا جدا لحضرتك، وبسعد دايما بتواجد مع حضرتك، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي بطوله الدوري، وان شاء الله كمان نبارك لهم بالفوز في مباراه القمه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. دايما كده الاهلي ليه استعدادات خاصه رغم الفوز بالدوري، لكن في حاله كده معسكر 3 ايام 72 ساعه عشان مباراه الزمالك ان شاء الله يوم الاحد، ونحتفل بعدها باذن الله بعد المباراه باستلام درع الدوري والفوز بالبطوله الغاليه ان شاء الله. بعد الفاصل كابتننا نجمنا الكبير الكابتن حسين شكري، هنتكلم معاه عن الفتره القادمه بالنسبه للنادي الاهلي، وكمان نشوف اخر التطورات عنده بالتاكيد كمان في قطاع الناشئين والبراعم، ونلقي الضوء كمان على مباراه الاهلي والزمالك وقمه الاهلي والزمالك اللي كان لينا نصيب في فتره من الفترات شارك فيها مع جيل التسعينات، كان جيل مميز جدا، وجيل مباريات القمه اللي كانت فيها مباريات مثيره بشكل كبير. بعد الفاصل الكابتن حسين شكري في ضيافه الاهلي الليله. اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الاخيره من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفني فيها الكابتن حسين شكري نجم النادي الاهلي الاسبق وصاحب التاريخ الطويل مع النادي الاهلي تحديدا في جيل التسعينات. لعب مباريات قمه كثيره في فترات سابقه وعنده ذكريات جميله في هذا الموضوع. برحب بيه في البدايه وبقول لك منورنا ومشرفنا في قناه النادي الاهلي يا كابتن حسين. شرف ليا يا استاذ محمد، وان انا ابقى موجود طبعا في قناه النادي الاهلي، والف مليون مبروك لكل الاهلاويه.
بالمناسبة الكابتن حسين شكري لدور الفترة الجاية مع قطاع الناشئين أحد طبعا الكوادر التدريبية وأحد أبناء النادي الأهلي، بيتولى مسؤولية فريق النادي الأهلي في قطاع الناشئين والبراعم مواليد 2010، وان شاء الله نشوف هذا الجيل بقى الفتره القادمه بعد 3 4 سنين كده بيتميزوا موجودين في جيل مواليد تحت 17 سنه و16 سنه، وده بدايه نضوج اي لعيب صغير لما بيظهر بتلاقيه بعد كده في الفريق الاول يا كابتن حسين ان شاء الله باذن الله. طبعا طيب حاجات الدوري ده لقب رقم 41، قبل ما نخش في تفصيله رقم 41 والدوري وتفاصيله معانا تقرير مهم جدا يحكي النادي الاهلي في مشواره مع هذه المسابقه الغاليه وفوزوا بهذا اللقب رقم 41. نشوف هذا التقرير التفاصيل ثم نواصل الحديث مع كابتن حسين شكري بعد هذا التقرير. كالعادة حقق فريق الأهلي لقب بطولة الدوري للمرة 41 في تاريخه بعد النجاح في الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب برج العرب الإسكندرية، ليسطر أبناء الجيل الحالي للأهلي سطرا جديدا في صفحات تاريخ مرصع دائما بالذهب والبطولات والإنجازات التي لا تنتهي لا يتوقف عطاؤها منذ العام 1907 وحتى الآن. طوال تلكم الفترة ظل الأهلي بطلا شامخا يقدر على الصمود واحتكار منصات التتويج، يقدر على العودة من بعيد وإن ظن البعض ألا عودة، ليفرض واقعه المهيمن على البطولات بشخصيته الفريدة وروح الفانلة الحمراء بجيناتها المتوارثة التي تعد سرا يحكى للأجيال جيلا بعد جيل. إنه الأهلي الذي لا يعرف المستحيل، لا يعرف الانكسار ولا الهزيمة. لعل ما حققه فريق الأهلي في الموسم الحالي بمثابة التأكيد ليس إلا على حكاية درع تحقق للمرة الأولى عام 1949، واستمر الأهلي في الهيمنة على ألقابه أعوام 50 و51 59 و60 65 و61 69 و70 90 و70 91 92 و90 95 96 و90 97 99 2005 2006 2007 2011 2014 2014 2018 2018 وأخيراً 2019 ليصبح إجمالي البطولات 41 بطولة من أصل 60 بطولة في تاريخ الكرة المصرية منذ عام 1948، ليصبح الأهلي البطل المفضل للدوري ودون ذلك استثناء مؤقت لن يستمر طويلاً. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير الرائع بمناسبه تفوز النادي الاهلي باللقب رقم 41 دوري عام في تاريخ النادي الاهلي. عدد القاب كبير يا كابتن حسين، لكن ايه اللقب المقرب ليك او اللقب اللي انت حاسس حتى وانت بتلعب او وانت بتتفرج على الاهلي بعد اعتزالك لقب له قيمه او لقب كل البطولات بالتاكيد كان ليها صعوبات وتحديات لكن لقب كده ليه طعم خاص او مذاق خاص؟ تصدقني لو اقول لك اللقب بتاع الموسم ده الكل بيجمع على كده غير طبيعي. انا بقول لك الكل بيجمع بعدين كان في المهاترات كانت كتير قوي، الكلام فيه كان كتير والجدل فيه كان كتير قوي، تحديات كانت كتير والتشكيك في قدرات النادي الاهلي، ان يعني حتى ناس وصلت لعمليه ان مش عايز اقول يعني للاسف يعني بداوا يتهكموا على النادي الاهلي ويتكلموا بسخريه شويه، ما يعرفوش قيمه النادي الاهلي للاسف يعني. فعشان كده اللقب دوت عزيز قوي قوي، والاهلي رد بالنتيجه يعني. طبعا انا بحيي كمان يعني بعد طبعا ما تحيي مجلس اداره وقبل مجلس اداره وقبل الجمهور بتاع النادي الاهلي العظيم دوت اللي كان واقف وعارف ان النادي الاهلي
ان المساله مساله وقت لحد ما ياخد البطوله، وساند بشكل كبير جدا مجلس اداره اللعيبه طبعا والجهاز وكل حاجه. وعايز بس معلش اقول كابتن سعد عبد الحفيظ ليه تصريح في وقت من الاوقات كان في ازمه كبيره جدا، وكان في يعني اللي هو ممكن حد يقول انت بتقول ايه الكلام اللي هو كان بيقوله، قال لهم النادي الاهلي احنا هنتقابل في نهايه الموسم والنادي الاهلي بطل للدوري العام. فانا بحب احييه، وثقة غير طبيعية طبعا في قدرات النادي الأهلي، وده ابن من أبناء النادي الأهلي، وعارف إن القيمة بتاعت النادي الأهلي، وعارف إن النادي الأهلي يوم ما هيقف على رجله إن هو هياخد. لا وأنا فاكره كمان بمناسبة بقى الشيشي بيسكر قال لك إيه خليك هادي بالظبط بالك طويل بالظبط لسه الموسم طويل بالظبط. وهو كمان معلش وصلت العملية معاه بقت حسيت إن هي في وقت من الأوقات إن هي بقت عملية شخصية، إن هو بدأ يشخصموها لكن هو الراجل كان هو كان بيرد بس قدر الإمكان عمره هو كان قدر الإمكان بيحاول يحس الناس لا يا جماعه انتوا بتتكلموا عن النادي الاهلي، النادي الاهلي موجود بالزبط. وفي نفس الوقت وانت بتستعد وعندك مباريات طبعا الذكاء في التصريحات من المسؤولين، وهو طبعا عنده خبرات في الجزئيه دي، فكره انك تصدر يعني تصريح لمنافس، تصدر معلومه لمنافس، تبين للمنافس لا انا موجود ما تستعجلش ان انت تفوز بالدوري، برده في نفس الوقت ده برده رساله لعيبته، عايز يعرف لعيبته ان لسه الدوري في الملعب. فده ذكاء وتعامل مدير الكره في الملفات اللي زي دي مهمه جدا، عشان كده مش هيعرف اي حد مع احترامي الكامل لاي حد في الدنيا ما حدش يعرف قيمه النادي الاهلي والنادي الاهلي شغال ازاي الا اللي دخل جوه النادي الاهلي وعايش جوه النادي الاهلي. هو بس اللي هيعرف النادي الاهلي لما بيتكلم ممكن ناس تانية من بره تفتكر ان هو بيتكلم في حاجه في الخيال او حاجه زي كده، انما اللي عاش في النادي الاهلي وتربى في النادي الاهلي وعارف قيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، يعني زي في مقوله انا بحبها جدا من كابتن سعيد بازوكا نجم النادي الاسماعيلي طبعا ربنا يديله الصحه، لما قال لك ان النادي الاهلي دول بيرضعون بطولات. دي كلمه يعني اللي هو عايز اقول ملخص للملخص اللي احنا ممكن نقول يعني مفيش لعيب في النادي الاهلي او حد دخل في قناه النادي الاهلي اللي بيفضل النادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي ان هو يكون نمره واحد. صح. وهو النادي الاهلي عايش عشان كده. بيتعلموا ده للولاد الصغيره. طبعا. يعني حضرتك ماسك فريق 2010 بتتكلم في مباراه السنه اللي كان معايا 2009 وال2009 يعني بتتكلم في 9 سنين 10 سنين. بالظبط كده. انت النادي الاهلي. يعني مهما كانت الظروف حاجات كتير قوي، لان انت كمان معلش مع الولاد الصغيرين دول انت ما بتتكلمش كوره بس، يعني انت بتتكلم في مبادئ في اخلاقيات في سلوكيات، في لازم تخش النادي الاهلي دوت. يعني انا بقول دايما زي شريط السكه حديد، ما ينفعش القطر يخرج بره، فانت لازم تحط الولد من وهو صغير على القضبان ديت عشان يفضل ماشي معاك في القصه دي. فالقصه ديت قبل ما بتعلمه كوره قبل ما تعلمه تعرفه قيمه المكان اللي هو فيه، لازم يفهم كويس جدا ان هو في مكان ما ينفعش فيه ان هو يبقى بعيد، ما ينفعش مكان ان هو يبقى رقم اتنين، ما ينفعش ان هو فيه ان هو ما يقاتلش، ما ينفعش ان هو فيه ان هو يكون سلوكه مش كويس، ما ينفعش ان هو ما يكونش متفوق دراسيا، يعني صح. كل الحاجات دي مع الكوره طبعا. واخد بال حضرتك ازاي؟ فعشان دي كل الحاجات ديت وكل السمات ديت لما تيجي تبص لحد من ولاد النادي الاهلي، وما شاء الله حسام عاشور هو كابتن النادي الاهلي، لما تيجي تبص التلاحم التلاحم والحب اللي كان في ماتش المقاولين اللي فات دوت، تعرف النادي دوت قد ايه كبير وقد ايه عظيم. لا واللقطه الابرز في كل الاحداث ديت كمان، والناس انا بس بحب كده استرجع الذكريات واعمل فلاش باك لاحداث سابقه، يعني امبارح حسام عاشور بيحتفل ب 12 لقب دوري ليه مع النادي الاهلي يا كابتن حسين، وحسام عاشور ليه لقطه ومشهد، وده اللي حتى خلاه يدمع امبارح، لان حسام حاسس بتحديات وحاسس بمواقف حصلت على مدار السنه وهو كابتن الفريق، كابتن الفريق بيتحمل مسؤوليه الفريق على مدار الموسم بالكامل، ودايما بيقعد مع اللعيبه وعارف عايزين ايه ومحتاجين ايه، ويقعد مع الجهاز وعارف الاتموسفير كله بتاع الفريق. حسام في ماتش سان داونز بعد المباراه جمع اللعيبه في وسط الملعب وراحوا للجمهور فيما اشبه بالاعتذار، لكن بالزبط. ضمنيا قال لهم فيما بينهم كلاعيبه يعني احنا بنعتذر للجمهور، لكن بطوله الدوري السنه دي مش عايز ما نخسرها. بالظبط. بطوله الدوري السنه دي تحدي عشان نعوض بس جزء بسيط من بطوله افريقيا لما خسرناها. وكملوا حضرتك بعدها لو حد مقرب طبعا من اللعيبه والكلام ده كله، والكلام ده حصل برضو في المعسكر بتاع اسبانيا. مظبوط. تعهدوا تاني من اول وجديد والكلام ده كله من البطوله. بالظبط. فهي دي بص فرحه رمضان صبحي. بص فرحة. طبعا كل الناس ولاد النادي الاهلي، طالما دخلت النادي الاهلي كل الناس ولاد النادي الاهلي. طب ابن النادي الاهلي. بص للتلاحم انا يعني حاجه برضو
الكوره يا جماعه مش 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 فنيات بس. لا لا لا, 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 لا حاجات لا. كتيره جدا. التلاحم بتاع اللعيبه ده والحب بتاع اللعيبه دوت. انت بص الناس بتجيب جون بتخرج مع اللعيبه اللي هي كانت احتياطي او كان بتسخن بره. بص الحب مش برياء مش بنفاق مش دي ناس بتحب بتعشق النادي الاهلي بتحب النادي الاهلي كله اتجمع على هدف واحد واخد بقى حضرتك. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى عادل يعني لما بيبقى فيه التلاحم دوت والشغل دوت والجهد دوت لازم ربنا سبحانه وتعالى في الاخر ان هو يكافئك. يعني الفوز باي بطوله بيجي من اللعب على جزئيات صغيره. الجزئيات الصغيره دي لو عايز تدرسها هتلاقيها جوه النادي الاهلي بالظبط وبتكسب بسبب الاستعداد. الاستعدادات طبعا النادي الاهلي بيستعد بشكل كبير جدا وبيحضر بشكل كبير جدا والمنظومه كلها بتلاقيها ورا هدف واحد. حتى لو اختلفت الطرق لو قلنا مثلا يعني النهارده استاذ محمد موجود حسين موجود بعديه فلان موجود بعديه هو الهدف واحد. اختلف الاسلوب لكن الاسلوب في النهايه الطريقه او الهدف هو واحد. انت هتروح من الطريق ده وانا هروح من الطريق ده بس احنا هدفنا واحد. لا ايه هو البطوله وكمان القياده الحكيمه اللي النادي الاهلي يبقى رقم واحد. القياده الحكيمه كابتن حسين يعني بعد ما مباراه سان داونز كانت في مطالب كتيره جدا للجمهور بامور فنيه. طبعا انا مش عايز اخوض بس عشان يعني ما يبقاش مجلس الاداره اتحمل برضو أكيد. بشكل عنيف جدا كلام ومهاترات وحاجات كتيره جدا. برضو بحييهم جدا ان هم في عز الكلام ده كله عند حسن الظن باتزان كمعهود طبعا النادي الاهلي ومجلس ادارته ان هو ما بيخش في مهاترات كتيره. الناس بتشتغل وبس. فطبعا كل التحيه والتقدير ليهم طبعا. ولو عندك خساره فنيه في مباراه او بطوله بتهدى وبتتعامل معاها بمنطق بالظبط عشان ما تبقاش خسرت كل حاجه بالظبط. ما انت على الاقل لسه عندك بطوله او اتنين بتلعب عليها فما تخسرش كل حاجه بالظبط. فتحضر وبعد نهايه الموسم تقدر بقى تظبط الفرقه وتشوف القايمه وتشوف الجهاز الفني والكلام ده كله للمرحله الجايه. فالقياده الحاكمه في مواقف زي دي ما بتبانش الا في النادي الاهلي بصراحه يا كابتن حسين. بالظبط. مش بنقول الكلام ده والله عشان احنا على قناه الاهلي بس التاريخ والايام لا بتثبت ده. لا هقول لحضرتك يا استاذ محمد اللي مش عايز يصدق كلامنا دوت يرجع يفتح. يعني انا كنت مع حضرتك المره اللي فاتت هنا وكنا بنتكلم في وقت من الاوقات يفتح يعني كتاب التاريخ. يعني ارجع تاني شويه لما كنا حتى انا كنت فاكر ان هي كان جزئيه كانت تقريبا عن ان كنا بنتكلم عن الناشئين وكان ان النادي الاهلي قلت لحضرتك حتى واحد بس يفكر شويه صغيرين واحسب اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي في الفريق الاول كام واحد عشان تعرف القطاع الناشئين بيطلع لعيبه من ولاد النادي. بالظبط بالظبط كده بالظبط كده صح. طيب ايه ابرز المكاسب اللي اتحققت للاهلي بعد الفوز بالدوري؟ حاجات كثيره طبعا يعني بعد موسم طويل وشاق مش عايزين نقول استثنائي ده فوق الاستثنائي يعني ان انت توصل لحاجه كده وفي بدايه موسم وما خدتش الدوري. انت خدت الدوري بصعوبات كثيره فنيه وغير فنيه في الملعب وبره الملعب استحملت حاجات كثيره وفي نفس الوقت ان انت كبدايه موسم بالنسبه لك بقى احنا بنبص خلاص متعودين في النادي الاهلي ان انت الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا وحققنا الهدف بتاع الدوري العام. انت في بدايه موسم بتستعد لاشياء تانية وحاجات تانية وبطولات تانية. فانا بشوف كمان ان الاداء اتحسن بشكل كبير جدا كفنيا للفرقه. يعني انت كسبت وكسبت بشكل كويس يعني الاداء افضل كمان بشكل كبير جدا. فدي حاجه تبشر بالخير ان شاء الله بامر الله ان الموسم الجاي ان شاء الله باذن الله ان الاداء الفرقه هتبقى حاجه ان شاء الله كويسه جدا باذن الله. طيب الناس اللي ما تعرفوش ان الكابتن حسين شكري في الاساس ظهير ايسر باك ليفت. بالظبط صح. اتكلمنا عن القصه دي قبل كده لما كنت جاي مكان الكابتن محمد عماره ولعبت مباراه الاهلي والزمالك ونزلت في مكان كابتن سيد لما اتصاب ولعبت باك رايت. لكن عايز اسالك كافضل لعيب كان في المركز ده لما كنت في الترسانه وانتقلت للنادي الاهلي في المكان ده حاليا في الدوري المصري ابرز لاعب هو علي معلول. حديثك عن علي معلول او تتكلم عن علي معلول تقول ايه؟ من افضل اللعيبه الاجانب اللي جت في مصر وما كانش معتاد ان النادي الاهلي بيجيب لعيبه في خط الظهر خط الخلفي. ان هم يبقوا كان دايما معظم اي انديه او النادي الاهلي عامه كان في الجزء الامامي دوت انت او نص الملعب والكلام ده كله ان انت بتحاول ان انت تجيب لعيبه. انما علي ما شاء الله عليه تحس ان هو ابن النادي الاهلي متربي في النادي الاهلي مخلص مستواه بشكل كبير جدا ثابت بفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير اداؤه وبتمنى له التوفيق يعني ربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله وربنا عوضه خير لان هو برده من الناس انا بشوف طبعا احترامي الكامل للمنتخب التونسي ان هو اتظلم برده في موضوع ان هو ما راحش المنتخب بالظبط. لانه كل الكلام كل اجمع على الجزئيه دي كان احق بصراحه ان هو يبقى متواجد كان فرق كتير جدا مع المنتخب التونسي. وبعدين فكره ان هو في المركز ده هداف الفريق بسبع اهداف امبارح افتتح لك التسجيل في مباراه كانت يعني دمها تقيل شويه لو جبت جون هتفرق وده اللي حصل.
كان ليه دور ايجابي في المساله ديت في مباريات كتيره كمان. في مباراه بتاعه اسكندريه تقريبا في الاتحاد, وفي مباراه بتاعه الحرس تقريبا الجيش. الجيش طلع الجيش هدف برضه في توقيت برضه صعب جدا. يعني توقيتات كمان عمل تمريرات حاسمه بالظبط, التوقيتات كمان اللي هو بيجيب فيها اهداف يعني مؤثره. فده واضح يعني ان اللي فعلا اللي هو لكل مجتهد نصيب, لان هو بيجتهد وبيشتغل على نفسه كويس, وبحس ان هو متربي فعلا في النادي الاهلي, واخد السمات كلها بتاعه النادي الاهلي, الروح القتاليه بتاعه النادي الاهلي. هو اندمج في كيمياء الاهلي بالظبط. بالظبط, هو تحس ان هو يعني متربي, هو عيل صغير في النادي الاهلي. فبحييه وبتمنى له الخير ان شاء الله باذن الله, وان الموسم الجاي بامر الله انه يبقى افضل من كده. طيب حسين الشحات وادائه في مباراه الامس تخلص من الضغوط بشكل كبير, حسيت بده؟ حسيت بده لان ده مر عليا لما جيت النادي الاهلي. نفس يعني الاحساس. خدت فتره خدت فتره طويله جدا اللي هو مش عايز اقول ان انا مش مصدق ان انا في النادي الاهلي. النادي الاهلي كيان كبير وبشكل كبير, فممكن بتحصل مع لعيبه كتيره قوي ان انت لما تروح النادي الاهلي تاخد فتره كبيره قوي على ما تستوعب ان انت بقيت في المكان ده. هو ممكن اللعيب يحس الاحساس ده فعلا؟ انا بقول لحضرتك دي حصلت لي انا. انا اول ما رحت يعني خدت فتره طويله قوي ان 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 انا في النادي الاهلي. انا كمان معلش انا اهلاوي من قبل ما اجي النادي الاهلي, من وانا ولد صغير يعني, ورحمه الله عليه والدي كان بياخدني واحنا صغيرين الماتشات بتاعه النادي الاهلي دي اللي كانت بتلعب في النادي الاهلي الساعه 10 الصبح و1 الظهر و3. في ناس كتيره من جماهير النادي الاهلي اللي متواجده دلوقتي يعرفوه رحمه الله عليه, يعني يعرفوا ابويا كويس لانه كان بيروح مباريات الاهلي, كان بيروح المدرجات او كان بيروح التمرين. كان بيروح التمرين وكان بيتفرج على التمرين, وساعات كمان وانا في النادي الاهلي كان بيجي ويمشي وما يقوليش ما تعرفش, اعرف بعدها. يقول انا جيت وتمشيت انا الواحد كان بيشوف ملعب التتش الملعب مقفول مش اقل من 10000 متفرج, وعلى فكره مش تدريبات متعلقه بمباريات حاسمه ولا حساسه, كل يوم تمرين بنفس العدد بالظبط. فهو رب فينا يعني, ورب فيا انا حب الـ حب الـ حب النادي الاهلي. بالظبط. فعشان كده بقول لحضرتك ان انت ممكن لما تيجي النادي الاهلي بقى وتخش المنظومه ممكن يعني تبقى في عمليه اللي هي مش عايز اقول رهبه او حاجه زي كده, ان بتاخد منك وقت على ما تستوعب القصه ديت وتخش بقى انت في الـ في الـ فخدت مني فتره. فبالنسبه لحسين انا بحس يعني انا حاسس بيه في الـ في الـ في, الـ في الجزئيه ديت. تمام. هو لعيب كويس وقدراته كويسه, كان عليه ضغوط كبيره جدا وناس كتير اتكلموا كتير جدا, بس هو لعيب هايل ولعيب قدراته عاليه. بتمنى من ربنا ان دي تبقى البدايه الحقيقيه بقى ان هو يكمل مشوار مع النادي الاهلي بنفس الشكل ده, وهو عنده افضل من كده كمان ان شاء الله باذن الله. ايه اللي عجبك امبارح في اداء حسين الشحات؟ حسيت ان هو اتحرر من الضغوط, يعني رجع حسين الشحات اللي احنا نعرفه يعني في جراءة بيلعب مرمى في تحرك ايجابي بالظبط. بيحاول وعايز وواضح مش خايف لو ضيع. لا 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 لا, وواضح ان هو في المعسكر بتاع اسبانيا هو استفاد اشتغل على نفسه كويس او أي استفاد من كابتن حسين بيحتاج معسكر عشان يقدر يقفل على اللعيبه ويقعد معاهم بالظبط ويعيش الاجواء معاهم ويقدر ينفذ الخطه او التكتيك او الافكار اللي في دماغه مع اللعيبه في معسكر. فتره الاعداد دايما اتعودنا وتعلمنا اللي هي القلب النابض بتاع الموسم, القلب النابض للموسم بتاع الموسم. لو ما اتعملتش مظبوط وكان فيها تقصير او فيها حاجه هتلاقي ده في خلل في على مدار الموسم. لما بتتعمل فتره اعداد كويسه بشكل كويس, مش بتكلم فني بس, انا بتكلم في الجزئيه اللي هي بتاعت حضرتك زي ما بتقول الترابط والتجانس وال اللعيبه بينها وبين بعضها بيبقوا قريبين جدا من بعض, التعامل بيبقى بشكل اكبر. بتبقى البدايات دي بتبقى كل ما كانت بنسبه كبيره كويسه واخد بقى حضرتك الموسم بيبقى بشكل كبير ناجح ان شاء الله باذن الله. طيب الجزء بقى الاهم بعد الفوز بالبطوله امبارح والفرحه اللي عاشتها الجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي في كل مكان, مصر امبارح اكتسب باللون الاحمر طبعا, لكن النهارده الصبح طلعنا ولقينا تصريحات للجهاز الفني من البدايه, يا جماعه عندنا مباراه يوم الاحد مباراه الزمالك وده النادي الاهلي يعني وانت فاز بطوله الدوري خلاص, يعني حتى مباراه الاحد تحصيل حاصل الموضوع انتهى. لكن ايه الفكره عشان برضو الجمهور يبقى عارف, وانت لعبت الاهلي ولعبت مباراه الزمالك ومباراه هو ده النادي الاهلي ومن على ايامنا ومن قبلنا يعني بتكسب ماتش او بتكسب بطوله او بتاخد بطوله او الكلام ده كله يوم او يومين خلاص الموضوع انتهى وبتبدا تشوف انت هتعمل ايه بعد كده. طب ايه اهميه تلك الرسائل لما بتكون في منظومه واخده على انها ما بترضاش غير بالمركز الاول او بالبطوله او بالكلام ده كله, بيبقى ده شيء طبيعي. انت خلاص بتحضر لحاجه, انت حققت هدف بس في اهداف تانية متتاليه بعد كده هوت انت عايز تحققها, طالما انت عايز تبقى البطل, طالما انت عايز أكيد. تبقى نمره واحد دايما, فخلاص بتلاقي نفسك بعد
تحقيق الهدف دوت بتسعى لاهداف بعد كده دوت. وبعدين وانت في النادي الاهلي برضو زي ما بنقول انت بتشتغل عشان النادي الاهلي يبقى نمره واحد. اللعيبه كمان ليها حسبه تانية. انت انا كنت في النادي الاهلي وخدت كام بطوله. تمام. ما انت بعد ما هتبطل كوره هتيجي في النهايه هتقول ايه؟ تاريخي. تاريخي ايه؟ انا خدت كام بطوله؟ في ناس لعبت وكان اساميها ما شاء الله وما خدتش حاجه. او ما يعني في الناتج في الاخر هيقول انا ما يعني ما واسماء كبيره جدا يعني. طبعا مش عايز اقول مش عايز اقول اسماء يعني. ان الاهلي واخد 41 دوري، حسام عاشور لوحده 12 دوري مع ما شاء الله عليه. واخد بال حضرتك لما تيجي تبطل كوره ده رصيدك اللي انت عملته بقى اللي صح. هو الشخصي غير ان انت مثلا طبعا كان شاركت مع النادي الاهلي او حققت الكلام ده كله مع النادي الاهلي. رصيدك الشخصي ده اللي بيتبقى لك، ده بتاع السي في بتاعك في اي مكان انت هتتباهى بده بعد ما بتبطل كوره. فعشان كده يعني انا حابب ان انا اقول حاجه، يعني اللعيبه بتاعت النادي الاهلي عايزك تقاتل طول ما انت في الملعب، قاتل وحارب على ان النادي الاهلي يكون رقم واحد، وان كل ده بيضيف لك انت كمان كلاعب رصيد في النهايه هتتباهى بيه في الاخر بعد ما هتبطل كوره. هتحس بقيمته بعد ما تتباهى. بالظبط كده. يعني انا الكلام ده ممكن يكون اتقال لنا من ناس اكبر مننا وحسينا بيه بعد ما بطلنا كوره. ان انا خدت دوري عام، خدت بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، خدت كاس مصر مع النادي الاهلي، خدت بطوله عربيه، يعني كل الحاجات دي انت تتباهى بيها بعد كده، لان ده رصيدك اللي انت عملته، اللي انت حققته وشقيته وتعبت عشانه هو دوت اللي انت حققته. فانا بقول للعيبه رساله ليا يعني اخواتي طبعا الصغيرين، يعني احنا الحمد لله ربنا كرمنا خدنا البطوله، ان شاء الله باذن الله نكملها على خير بمباراه يوم الاحد ان شاء الله بامر الله. باذن الله. باذن الله. ونبدا بقى موسم جديد ان شاء الله باذن الله على خير بامر الله. طيب اكمل معاك الحديث عن مباراه القمه، لك ليك كده قصه وستوري معين في مباراه القمه ومباراه الاهلي والزمالك، لكن مهم اطلع لتقرير صحفيين والنقاد الرياضيين بيتكلموا على فوز الاهلي بالدرع ورايهم بقى تحليلا كده ازاي الاهلي قدر يفوز بهذه البطوله. نسمع راي الصحفيين والنقاد الرياضيين ثم نعود الحديث مع الكابتن حسين شكري بعد هذا التقرير. كل جماهير الاهلي، ابارك لاداره الاهلي، ابارك للاعيب الاهلي، ابارك للجهاز الفني الاهلي. بصراحه يعتبروا ابطال بمعنى الكلمه رغم الظروف الصعبه اللي حضرتك قلت عليها، الا ان هم استطاعوا ان هم يحصدوا اغلى واهم لقب في الدوري. مش عشان خاطر الاهلي دولابه مليان بالالقاب والبطولات والدروع والكؤوس والحاجات الجميله دي كلها، اللقب 41 ده هيبقى نقطه مضيئه جدا في تاريخ بطولات الاهلي عشان خاطر ظروف كتيره جدا جدا جدا. نادي الاهلي عند الموعد تماما كما نحن متوقعين دائما. عايزين نقول للنادي الاهلي مبروك، مبروك على طبعا موسم طويل شاق مليء طبعا بالتحديات، مشوار كان صعب جدا، مشوار كان طويل جدا سنة كاملة. فبنبارك طبعا للنادي الأهلي، بنبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي، بنبارك للاعبي النادي الأهلي، للجهاز الفني، طبعا تعبوا طوال موسم كبير وشاق. بنبارك لجماهير النادي الأهلي اللي هي صمدت ووقفت ورا النادي الأهلي في فترات صعبة كتيرة جدا 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 مرت في مشوار الفريق، سواء كان في الدوري أو في البطولة الأفريقية بسبب الإصابات ودي سببت بعض المشاكل اللي تعرض لها الفريق. فطبعا الحمد لله طبعا بنقول للنادي الأهلي مبروك على هذا الإنجاز الطويل اللي حققه، وكمان طبعا قدر ان هو يكسب قبل ما يوصل لمباراة القمة، وكان فيه فارق كبير جدا طبعا من النقاط، وياما ناس كتير جدا تنظرت على الأهلي وقالت ان هو فريق مش عارف في الآخر يمكن يهبط، وياما الناس قالت ان هو الأهلي دلوقتي بقى في المنطقة الدافئة، فطبعا مبروك عليه المنطقة الدافئة. وكل ده طبعا تحمله لاعبي الأهلي وجهازه الفني طبعا بصبر وبعمل وبكفاح. هذا الدوري يجب ان يسجل في موسوعة جينيس الارقام القياسيه.
أول مرة في تاريخ الدوري المصري أن يظل دوري مقترب عن العام، ودي طبعا كارثة كبرى يتحمل تبعاتها اتحاد الكرة أو إدارة المسابقات اللي أدارت هذا الدوري. والأهلي يحمد الله أنه هو استطاع أنه يفوز بهذا الدوري اللي أعتقد أنه هو من أهم الدوريات اللي فاز بها الأهلي على مدى تاريخه الطويل، 60 دوري. أعتقد أن هذا الدوري هو الأصعب والأشرس والأقوى، والرغم من المهترات الكثيرة التي شاهدناها على امتداد الموسم إلا أن الأهلي كان تميز بال يعني أمسك نفسه عن كثير من دخول في هذه الكلة لكي كان تعطله كثيرا، ولكن استطاع في النهاية أن يصل بسفينة الدوري إلى بر الأمان واستقر درع الدوري بجوار 40 درع السابقين. طبعا يعني بكل بساطة وبكل واقعية وبكل حيادية أيضا، اللي يراهن على الأهلي ما يخسرش. إدارة النادي الأهلي كانت بتراهن على اللعيبة وعلى يعني مسؤولية اللعيبة، جمهور النادي الأهلي كان بيراهن على الإدارة وعلى الجهاز الفني وعلى اللعيبة، رغم كل الكلام اللي قيل ورغم كل الكلام اللي أثير حول النادي الأهلي وإمكانية عدم تتويجه باللقب. أنا واحد من الناس كان عندي ثقة إنه النادي الأهلي هو بطل الدوري، ده من قبل بطولة الدوري قلت الكلام ده، وحتى لما بدأت بطولة الدوري وحتى لما كان في تحديات وكان في مشاكل كبيرة، في اعتقادي وفي وجهة نظري إنه من أهم الأسباب اللي خلت الأهلي يتوج باللقب، خاصة في موسم في وجهة نظري كان في تحديات كبيرة جدا جدا جدا، هو التركيز فقط داخل الملعب، تركيز جوه النادي، انك تقفل على نفسك، انك ما تلتفتش للقيل والقال خارج النادي الاهلي. كان في كلام كتير جدا، ولكن برا النادي كان في كلام بمثابه ضجيج بلا طحن. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير وراي النقاد والصحفيين في فوز النادي الاهلي بالدرع رقم 41. اكيد الصحف والمواقع وكل من مهتم بالتاكيد بفوز النادي الاهلي بالدوري عنده تحليلات وعنده ذكريات، واكيد هيعمل يعني سلسله فوز النادي الاهلي بهذه المسابقه ويبدا يتحدث عن المسابقه من اول اسبوع حتى اخر اسبوع، مرورا بقرارات وامور كتيره جدا مرت بها الكره المصريه على هذا الموسم. فبالتاكيد ملف مهم جدا حتى للنقد الرياضي وللصحافه الرياضيه لما بتيجي تختم الموسم تعمل ملف كامل وانت فايز ببطوله، ايه اللي انت التحديات اللي مريت بيها، والملف ده اكيد فيه تفاصيل مهمه جدا الصحافه والنقد الرياضي مهم جدا هيتكلم عليه بعد مباراه القمه. طيب كابتن حسين، كنا بنتكلم على مباراه القمه، واول مشاركه ليك في مباراه القمه كان اول سنه ليك، اول سيزون بعد انتقالك من الترسانه للنادي الاهلي، جاي كظهير ايسر، كواليس نزولك مباراه القمه وعشت ازاي اجواء مباراه القمه والنتيجه حتى اللي انتهت بيها اول مباراه شاركت فيها مع النادي الاهلي؟ بصوا حضرتك، طبعا انت لما تبقى شغال جاي من نادي، طبعا نادي ترسانه نادي كبير، يعني انا طبعا كل الاحترام والتقدير طبعا لنادي ترسانه، ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا. مباراة القمة بتبقى يعني أجواءها غير أي أجواء، وأي حد يقول لك كده يبقى مش ما بيتكلمش حقيقة. يعني أجواءها بتبقى مش المباراة نفسها، قبل المباراة تحضيرات كواليس الأيام اللي قبل المباراة، من نهاية آخر مباراة هتلعبها خلال بقى الأسبوع أو العشر أيام اللي أنت هتلعب بيهم قبلها مباراة الزمالك دي، بيبقى ليها استعدادات خاصة وبشكل خاص، وبيبقى ليها اجواء كده سبحان الله بتبقى غير طبيعيه. يعني بيبقى التركيز فيها بيعلى بشكل كبير جدا، التدريب، القتال في الملعب، بيبقى كل اللعيبه عايزه ان هي تشارك في مباراه زي كده. فانا كان خدت خلفيه طبعا من اللعيبه اللي كانت موجوده الاقدم مني اللي كانوا بيلعبوا في اللعب مباراه قبل اهلي وزمالك طبعا. وانا كان عندي استعداد، يعني كنت حابب المباريات الكبيره دي، بتبقى ولادي يعني طول عمري بحب اللي هي التحديات، الحاجات اللي هي اللي زي كده، فكنت مستعد ليها بشكل كبير. الاجواء بتاعتها كنت مبسوط بيها، كانت طبعا جديده عليا. فاكر التوقيت اللي انا كنت هنزل فيه، انا نزلت مكان كابسادة وحفيظ، كان بيلعب هو باك رايت، وتقريبا اتخبط في رجله وتعور وكده، واستحمل فتره طويله بصراحه، ولعب تقريبا اخر 25 دقيقه او حاجه زي كده الشوط الثاني.
انا فاكر مستر سوبل تعليماته كانت بالنسبه لي نفسيه اكتر من انها امور فنيه. امور فنيه يعني. قال لي انا فاكر كويس حتى اللي هي المباراه تقريبا هنا في في القناه دي المباراه اللي انتهت بفوز الاهلي 2-1 كان جول حسام ابراهيم وكابتن ابراهيم وجول محمد صبري بالظبط جونين كابتن حسام وكابتن ابراهيم. فانا فاكر ان هو لما جه يتكلم معايا اتعامل معايا نفسي يعني. هو قال لي بنفس اللفظ كده قال لي انت لعيب كويس وانا بثق فيك وعارف ان انت هتأدي كويس وبشكل كويس وعارف ان انت ما بتخافش وعارف ان انت راجل يعني معنويا اكتر بالظبط من فنيا. هو كان عارف ان انا الحمد لله كنت ماشي كويس وكان الفتره اللي قبلها كنت بتمرن كويس وهو حاسس اول مباراه قمه لازم اتعامل معاك مش هيديك مباراه قمه الا لما يكون عارف ان انت عندك سمات شخصيه ان انت تقدر تاني. والحمد لله رب العالمين فضل ونعمه من عند ربنا ان انا اديت الفتره اللي انا لعبت فيها حوالي 20 او 25 دقيقه اللي انا لعبتهم دول كانت بشكل مميز كان بشكل كويس جدا يعني. بس الغريب ان انت جاي يا كابتن حسين كباك ليفت ونزلت في الجبهه اليمنى. هو ده نصيبي بقى يعني اتعاملت مع لا انا قبل كمان قبل دي كمان ان انا من النوعيه بتاعت اللعيبه اللي هي عارف اللي هو يعني لفت على كل الاماكن اللي في الملعب. لعيب جوكر لعبت لعبت كل الاماكن اللي في الملعب يعني من بدايه من تحت رصاص الحربه لديفندر لباك رايت باك ليفت. سيرد باك دي لعبتها في النادي الاهلي بس في الاخر لا يعني لما جيت لعبتها فيه ومشيت فيها فاخدت مني فتره طويله قوي ما كنتش حافظ المكان نفسه التمركز نفسه بتاع المكان دوت برضو مش متطلبات المركز اكيد مختلفه. كنا زمان كنا بنلعب 3-5-2 لو الناس تفتكر كنا بنلعب 3-5-2 ما كناش بنلعب زي دلوقتي 4 الابر والمساكين مع الاثنين الباكات. ولما جيت كان فيها حاجه اصعب كمان ان مستر سوبل ما كانش بيلعب بليبرو واثنين مساكين كنا بنلعب فلات يعني ثلاثه زي على الخط واحد لو الفرودين جم هنا الاثنين دول ماسكين واللي هو الاخير دوت هو اللي بيغطي هو الليبرو والعكس صحيح واخد بال حضرتك. ولو كانت من منطقه الجزاء كان بتبقى عاديه الاثنين مساكين فكانت برضو فيها حته حرفيه في اللعب في بالظبط كان لازم تحفظها كويس غير ان انت عايز التمركز نفسه ان انت تعرف تقف ازاي. دي بالنسبه لي انا خدت فتره عشان اعرفها كانت بالنسبه لي خدت مني وقت عطلتني شويه يعني. بس لا الحمد لله رب العالمين لما حفظتها وحفظت طريقه اللعب والشكل والضغط والكلام ده كله مشيت بعد كده بشكل كويس فيها الحمد لله رب العالمين يعني. تمام نزلت المباراه عشت ازاي الاجواء دي بقى؟ طبعا مباراه الحد للاسف طبعا مباراه بدون جمهور لكن مبارياتكم في التسعينات كانت في الملعب مباراه القمه كان لها مواصفات خاصه. الملعب كان مليان كان لها تقريبا يا ريت نقدر ان احنا نشوف منها اجزاء يعني اتمنى لو عندنا اجزاء منها نعرضها الناس تفتكر ذكريات مباراه القمه. لا كان الجمهور كبير بشكل كبير جدا و اللي انا فاكره كمان ان الواحد كان اول ما نزلت الملعب عارف انت الحماس وباور ان انت عايز تحقق حاجه كويسه وعايز تعمل حاجه كويسه فما كانش طبعا ما كانش في رهبه خالص ولا في اي حاجه. انت عايز اللي هو مباراه الاهلي والزمالك دي ممكن زي ما بيقولوا مولد نجم جديد انت بالزبط. عايز تظهر باحسن شكل وافضل شكل ليك في التوقيت ده واحنا كنا بنلعب بشكل كويس بصراحه بامانه الله يعني. المباراة دي كنا متفوقين فيها. المباراة دي كانت مباراة رائعة جدا. كنا متفوقين فيها بشكل كبير كنا متفوقين فيها ونادي الزمالك كان ند يعني المباراة ما كانتش بشكل كبير لصالح النادي الاهلي. احنا كنا متفوقين بنسبة وكان نادي الزمالك فيه لعيبة كمان كانت كويسة يعني كان في نادي الزمالك فيه لعيبة كويسة وكانت فرقة كويسة. طيب بعد المباراة مباراة جميلة يعني. بعد المباراة عشت بقى الأجواء ازاي؟ الأهلي كسبان وكانت أول مباراة قمة بالنسبة لك. عشت الاجواء ازاي بعد فرحه ما بعدها فرحه من اول اوضه اللبس اشتغلت مروحه انت بص انت احنا خلصنا المباراه اول ما الحكم صفر وخلصت المباراه كل واحد بيجري في حته عند الجمهور ما انت مش عارف انت رايح فين. كانت الفرحه فرحه كبيره جدا كانك خدت بطوله لان هي فعلا بتعتبر مباراه بطوله يعني بطوله خاصه زي ما بيقولوا بطوله خاصه. الحكم صفر من هنا فعلا احنا كل واحد عند الجمهور في مكان يعني احتفلنا مع الجمهور بشكل كبير جدا وكان احتفال جميل يعني كان يوم بحمد ربنا عليه يعني ان انا عشته. بس انت بطوله خاصه يا كابتن حسين طبعا طبعا مباراه خاصه وبطوله خاصه بالظبط بالظبط اجواءها كمان مختلفه عن اي حاجه يعني الاجواء بتاعه مباراه الاهلي والزمالك بتبقى اجواء غير طبيعيه يعني بتحس ان انت بتلعب دوري خاص او مباراه خاصه بره الدوري خالص. فبتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يعني مش عايز اخش في حاجه مش عشان الناس اللي بتتكلم بتقول البطولات بتاعت النادي الاهلي والكلام ده كله ان احنا ناكد ان شاء الله باذن الله ان احنا ابطال طول عمرنا عن جداره يعني. وعلى فكره برضو في نقطه مهمه يا كابتن حسين مش الفوز ولا الثلاث نقاط اللي هياكدوا لا 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 لا
بص انا ما بحبش دايما يعني في كلامي ما بحبش دايما اخش في مهاترات مش مظبوطه. احنا في نادي اتعلمنا الهدف ايه وتحققه بالظبط. هو ده القصه. ما حوالين بقى اللغط والكلام اللي بيحصل والكلام ده كله ما بحبش اخش في افعال وليس اقوال. بص دايما مبدا كده في الحياه، اللي تلاقي اعذاره كتير يعني معلش انا اسف زي ما اتعلمتها وزي ما اتقالت لي بيبقى بليد. اللي دايما حجج كتير ده وبتاع اللي هو زي زمان كانوا ما بيقولوا كده حجه البليد مسح التخت، اول ما المدرس يطلع ويسال الاسئله والكلام ده كله تلاقي واحد راح رايح متبرع واخد البتاع وعمال هو مش عارف مش عايز يقعد عشان ما يجاوبش. انما انت لو انت شاطر انت هتقعد واثق من نفسك ومذاكر كويس هتقعد، المدرس هيسالك السؤال هتبدا تجاوب. بس يعني اختصارا للموضوع كله يعني ان شاء الله نشوف مباراه جميله بامر الله ان شاء الله. بتمنى من ربنا باذن الله ان احنا نادي بشكل كويس جدا وباداء كويس جدا وربنا يكللها بنتيجه كويسه ان شاء الله. طيب بامر الله. اخر حاجه اختم بيها معاك كابتن حسين، انا دلوقتي هقول طبعا لكل المشاهدين منشور تعليمات القيد وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد وهاخد تعليقك بسرعه عشان باقي اقل من دقيقه. القيد في الموسم الجديد ان شاء الله، احنا بقالنا اسبوع بنتكلم في القصه دي وكنا عايزين اجابات لك. الحمد لله النهارده اتحاد الكوره طلع القيد بالنسبه للموسم الجديد. قائمه السنه الجايه 30 لاعب ايا كانت المراحل السنيه، قيدت من 97 98 اللي اتلغت ما عندناش مشكله، اي قائمه بس يكون فيها 30 لاعب. اي لاعب لن يسدد ليه مستحقاته من ناديه خلال شهرين سيسمح له بالرحيل مجانا طبقا لقرار لجنه شؤون اللاعبين في هذا الامر. الجزئيه الثانيه يسمح بقيد 4 لاعبين اجانب فقط في الموسم القادم، علما بانه سيتم تقليل عدد اللاعبين الاجانب بدءا من الموسم 2020-2021 اللي هو الموسم بعد القادم اللي هينطلق ان شاء الله في سبتمبر المقبل. اللاعب الفلسطيني واللاعب السوري واللاعب الشمال افريقي سيعامل معاملة اللاعب المصري، لكن سيطبق هذا الامر على الموسم القادم فقط، موسم 2019-2020، لكن بعد هذا الموسم سيعود من تاني لاعب اجنبي. ايه الفلسفة مش عارفين، بس يلا بقول لكم ايه المنشور سريعا. الجزئية الاخيرة التسجيل وفتح باب القيد المحلي سيبدأ من 29/7 حتى 29/8 ودي فترة القائمة الأولى، اللاعبين اللي هم لسه عقودهم مستمرة وموجودين من الموسم الماضي، لكن القيد سيستمر في الفترة الثانية من 29/8 حتى 17/9 وقبل انطلاق الموسم الجديد. فترة الانتقالات الأخرى هتكون من 1/1/2020 حتى 31/1/2020. الإعارة يجوز للنادي إعارة أي لاعب مرتبط بتعاقد معاه بحد أقصى 5 لاعبين فقط، يعني أي نادي عنده أكتر من 10 لاعبين معارين، لا اللائحة دلوقتي الجديدة بتقول 5 معارين فقط. طب لو عندك لاعب معار أو طلعت لاعب وعايز تجيب لاعب بحد أقصى تستبدل 5 لاعبين فقط. فبالتالي دي شروط القيد والانتقالات خلال الفترة القادمة. وفي مسألة الملف اللاعب الأجنبي أكيد فيها تفاصيل وفيها فلسفة هتكون محور حديثنا وكلامنا إن شاء الله، لكن بعد مباراة القمة وبعد نهاية مباراة الزمالك بالنسبة لاستعدادات الأندية وتحديدا النادي الأهلي في الموسم القادم. تعليق كابتن حسين وكلمة أخيرة. أتمنى من ربنا اللي عمل اللائحة دي يراجع نفسه تاني فيها، لأن كلها معلش أخطاء كبيرة جدا. يعني إيه إن أنا أتعاقد مع لاعب مثلا عربي أو الكلام ده كله موسم واحد، ففي نادي هيجي يتعاقد موسم واحد مع لعيب تمام ما يصحش وما ينفعش. حاجه تانية، انت دلوقتي انت بتحاول ان انت تساعد الانديه ولا بتضغط على الانديه؟ يعني ايه مثلا دلوقتي في انديه مثلا نادي سي مش هنتكلم على الدوري الممتاز في رعايه وفي كلام ده، في الدرجه التانية لعيب ما خدش حقه شهرين ورا بعض يمشي فري؟ طب ازاي؟ طب ما ممكن لعيب يحصل مشكله مع ما يرفض ان هو ياخد فلوسه، هتعمل معاه ايه؟ ده هنشوفها بلجنه شؤون اللاعبين. لا ده موضوع يعني أكيد. موضوع كبير يعني انا بتمنى لان هي فيها اخطاء كبيره جدا. يعني ايه انا اتعاقد مع لعيب موسم واحد في حد في الدنيا؟ طب انت يعني هتوفر لي ايه عشان انا اروح مثلا اجيب لعيب اقول له مثلا تعالى معايا موسم واحد؟ مين لعيب كويس هيجي عشان يجي موسم واحد في نادي؟ ده هيكون محور حديث اكيد بعد نهايه الدوري، واكيد هيبقى فيها تفاصيل الفتره القادمه بعد نهايه المسابقه ان شاء الله. كابتن حسين شكري بشكرك، شرفتنا ونورتنا وكل التوفيق ليك يا رب الفتره القادمه. انا متشكر استاذ محمد ومتشكر القناه ودايما بتشرف ان انا موجود شرف لينا انت قناه النادي أكيد. الاهلي ربنا يعزك طبعا ودلنا عائله النادي الاهلي اكيد اكيد. شكرا جزيلا كابتن حسين، حلقه كانت مهمه جدا، فقره فنيه ممتازه مع الكابتن حسين شكري واسترجعنا فيها ذكريات مباريات القمه مباريات الاهلي والزمالك، لكن تبقى ان شاء الله مباراه يوم الاحد القادم نتمنى انها تنتهي بشكل جيد تعبر عن الروح الرياضية ونختم بها موسم نبني عليه للموسم الجديد، وإن شاء الله يختم الأهلي الموسم بانتصار على فريق نادي الزمالك، ولما لا إن شاء الله يستلم الدرع في الملعب ويكون في احتفالية خاصة بعد هذه المباراة، وبإذن الله كل قطاع الكرة وكل النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره يحتفلوا بهذه البطولة الغالية بعد مباراة يوم الأحد القادم. شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة ونلتقي على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من الأهلي الليلة وإلى اللقاء.